ايوه كده تمام. الكواليتي اشورنس هو اللي بيحط البوليسيز والبروسيجرز، بمعنى ان هو اللي بيحط ازاي او هاو انك انت تاتشيف الكواليتي، او هو اللي بيحط الثري شولدز بتاعت الكواليتي. يعني هو مثلا يقول علشان تكون العينه اتشيفد او العينه بالنسبه له ناجحه يبقى المفروض تحقق السترينث كذا. الكواليتي كنترول هو بقى اللي بيحقق اللي حطه الكواليتي اشورنس، يعني هو اللي بيتاكد ان اللي حطه الكواليتي اشورنس هو اللي بيتم في الموقع. يعني هو اللي مثلا يتاكد ان احنا بناخد مكعبات خرسانه على كل عربيه بتصب، هو اللي بيعمل انسبكشن على كل حاجه قبل ما نسلمها للاستشاري. عشان كده دايما كان في اللي خد بي ام بي كان هو اللي بيقول الكواليتي كنترول هو اللي بيفاليديت قبل ما تاخد ابروفال على السكوب، يبقى هو اللي بيفاليديت. يعني هو المفروض اللي بيستلم المهندسين الموقع قبل ما يسلم الاستشاري. خلاص، فده الفرق ما بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. النهارده هناخد الكواليتي من منظور مختلف شويه، وهو خاص بموضوع ايه علاقه ان احنا ناخد كواليتي مانجمنت في الكوست كنترول. لا طبعا في علاقه مهمه جدا. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي الجماعه كان التراديشنال او النظام المحاسبي القديم، لو انت بالنسبه لك عندك ايتم سواء في كونستراكشن او في الاندستريال، الايتم ده انت عملت فيه ريوركس كتير، يعني اشتغلت مره وطلع بالنسبه لك اوت اوف كواليتي، فاضطريت انك انت تعمل فيه بعض الموديفيكيشنز او تعيد الشغله تاني. هل الكوست بتاعت الايتم دي لو انا بالنسبه لي اكشوال كوست، هل بالنسبه لي بتعكس حقيقه؟ اسمع وجهه نظر حضراتكم. يعني انا مثلا لو انا حبيت اشوف مثلا تكلفه الاكشوال كوست بتاعت البلاطه بتاعت الخرسانه دي وانا كسرتها وعملتها من اول وجديد، لو حبيت اشوف متر الخرسانه مثلا، اشوف متر الخرسانه بسعره في المشروع الجديد، حبيت اخده من المشروع القديم، هل اقدر اخد الاماونت ده؟ حضراتكم في رأي عند حضراتكم ولا مفيش؟ ايه مشكلة ان احنا نسجل؟ اتفضل يا باشمهندس مصطفى. هو هيساعد بس مش هينفع ان هو يبقى هو الريفرنس. يعني هو ممكن يساعدني في حاجه او في ظروف لو حاجه مشابهه، انما غير كده ممكن يكون موقع او حاجه تانيه هتبقى مختلفه في الكوست بتاعتها. ماشي، ما احنا بنسجل ان هو في اكشوال كوست على الـ نفس البند. هل انا بالنسبه لي اقدر اشوف ايه المشكلة اللي حصلت في البند ده؟ ممكن اخدها كريفرنس ان انا راجع المشاكل اللي حاجة عندي لو انا ممكن حضرتك في البيت ده. لو حضرتك بصيت على على الكوست ريبورتس، يعني بنسبة 10% اللي بيكتب الروت كوز او الكوزز اوف فاريشن ما بين الاختلاف اللي حصل ما بين البادجت كوست بتاع الايتم ده او بتاع البند ده والاكشوال كوست اللي حصل. لكن في الغالب مش بتحصل دي، مش بنكتب الجاستيفيكيشن بتاع الاختلاف ما بين البادجت كوست والاكشوال كوست. عشان كده ظهر الكونسبت بتاع ان احنا لازم يكون عندنا الايتمز بتاع الكواليتي كنترول، لازم يبقى في حاجه اسمها كوست اوف كواليتي. لكن في بعض من الناس بيبقى طبعا موضوع ان يقول لك لا الكوست زيرو، الكواليتي زيرو كوست. لا طبعا الموضوع مش صح، انه في طبعا كوست انت بتكلفها ديو تو، سواء انت بتبريفنت انه في فيليرز يحصل عندك او كوركتيف اكشنز لاي فيليرز حصل عندك. طيب قصة الكواليتي طبعا بقى معظم الكي نوتس او العلماء في الكواليتي اصلهم جابانيز، فهتلاقي في اجوران وفي اكتر من واحد
وديمينم وفي اكثر من عالم الصراحه في موضوع الكوست، في قصدي في موضوع الكواليتي. علشان كده لازم الكواليتي، التعريف اولا بتاع الكواليتي، لو حبينا نعرف بتاع الكواليتي دايما كان في ديبيت تعريف الكواليتي من وجهه نظر كل واحد، فلقيوا انه الكواليتي مش لازم يكون، او مش لازم تقول انه لازم الحاجه تكون غاليه علشان تكون الكواليتي بتاعتها كويسه، لا الكواليتي يعني durability او fitness for use، يعني تؤدي الى الغرض. يعني مثلا عشان كده الموضوع الشركات الصينية منافس قوي في السوق، علشان هو بيلعب على التعريف بتاع الكواليتي. بمعنى ايه fitness for use؟ يعني انت لو انت عايز تشتري موبايل مثلا في options كتير وسعره رخيص، هو بالنسبة لك املك بكل الفيتشرز اللي انت محتاجها وكمان سعرها رخيص. فهنا فيتنس فور يوز هي يعني اكتر تعبير او اكتر ديفينيشن ماتشنج قوي مع البيربوس بتاع الكواليتي. الفرق ما بين التراديشنال اكاونتنج والكواليتي مانجمنت زي ما قلنا ان انت في عندك بند واحد او بتفضل تسجل عليه اكتوال كوست، سواء عملت ريوركس او سواء طبعا في اكتر من اكشن في الكواليتي هنشوفها مع بعض، بتفضل تسجل على البند ده بدون ما انت تذكر الاسباب بتاعه الديفيشن او الفاريانس ما بين البادجت كوست والاكتوال كوست والفاريانس ده حصل ازاي. عشان كده ظهر الكونسبت بتاع الكوست اوف كواليتي، وهنوريكم مع بعض طبعا الشكل بتاع الكوست اوف كواليتي او تشارت اوف اكاونتس اللي بتفسر الكوست اوف كواليتي ممكن نترجمها ازاي. بس قبل طبعا ما نشوف، هو هنا جوران بيترجم لك الستيبس بتاعه الكواليتي، ان هي اول واحده طبعا كواليتي بلاننج، بعد كده كواليتي كنترول، وفي الاخر الكواليتي مانجمنت اللي هي شامله كل حاجه، وانك انت دايما تحرص انه دايما يبقى فيه كونتينوس امبروفمنت. طبعا في الكواليتي في البيم بوك او الجماعه اللي درسوا بي ام بي مختلفه شويه، بتدرس طبعا الكواليتي والبروسيس بتاعتها اكتر، الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والكواليتي بلاننج وطبعا الانسبكشنز وكل الاكسبريشنز دي. هو بس هو هنا بيجيبها من برسبكتيف مختلف، وهو الكوست وازاي تسجل اكتوال كوست بشكل صحيح. في حاجه بس عايزين نعمل كلاسيفيكيشنز لي ديفيشنسز اللي بتحصل عندك، يعني العيوب بتاعت لو انت ماسك عمليه انتاجيه، في تو كلاسيفيكيشنز للعيوب اللي بتظهر عندك في المنتج او في السلعه اللي انت شغال فيها او في المواقع. في حاجه اسمها كواليتي كنترول للسبروديك ديفيشنسز، وفي كرونيك ديفيشنسز، يعني في عيوب دايما بتظهر دي بنقول عليها كرونيك. كرونيك يعني مزمن، انت في عيب مزمن عندك، وفي سبروديك اللي هو ايه سبروديك ديفيشنسز اللي هي متقطعه. الراجل ده بيقول لك الكواليتي كنترول هو دورها انك انت طبعا بتريموف السبروديك ديفيشنسز، ليه؟ ان هي دي بالنسبه لك بتكون الامباكت بتاعها كبير، وبيكون طبعا بالنسبه لك مزعجه على الكرونيك ديفيشنسز. ليه؟ ان الكواليتي امبروفمنت هي اللي دورها انك انت طبعا تيليمينيت، هنا مش بتريموف قوي، انك انت بتيليمينيت الكرونيك دايما ديفيشنسز. بمعنى ايه؟ انت لو لا قدر الله اي انسان في حاجه اسمها امراض مزمنه، امراض مزمنه، لو انت عندك الامراض المزمنه مثلا عندك الضغط، ضغط الدم دايما عالي مثلا، فدي هنا احنا بنقول مرض مزمن. لكن لو لقدر الله مثلا لقدر الله اصبت باي مرض تاني مثلا زي مثلا كورونا مثلا، هل انت بتبقى حريص اكتر على انك انت تعالج الكورونا ولا الضغط؟ انت هتقول لا الضغط ده انا مزمن معاه، يعني هو خلاص انت تكيفت معاه،
بس بتبقى عايز كواليتي هو امبروفمنت، انك انت بتعالج بس لو انت حاطط طبعا بتاخده دايما علاج باستمرار ما يزيدش عن رقم معين. لكن انت الحاجة اللي زادت عليك اللي احنا بنقول عليها سبروديك طبعا ديفيشنسز، اللي انت واجب انك انت تديها ميك طبعا سبيشال اتنشن وتعالجها بطريقة صح علشان ما يحصلش كونسيكونسز عليك. عشان كده دايما بنقول انه الكواليتي كنترول هو بيركز اكتر على السبروتيك ديفيشنسز، اما الكواليتي امبروفمنت بيعالج او من اللي الدور بتاعه ان هو بيليمينيت الكرونيك ديفيشنسز. طيب الكوست اوف كواليتي، طبعا موضوع الكوست اوف كواليتي دي حاجه كبيره وليها كذا ايتم. اول حاجه عايزين نتكلم عنها اللي هي ايرور فري كوست، بمعنى ايه؟ انك انت تعملها من اول مره وما بتدفعش اكسترا كوست ديو الكواليتي. طب هل الموضوع ده بيحصل؟ اه بيحصل. اللي فيكم درس كورسات كواليتي هتاخد حاجه اسمها لين كونستراكشن او لين، طبعا احنا كناس كونستراكشن بناخدها كلين كونستراكشن. هو الهدف منه انك انت بتعمل بتقلل الويست وبتعمل دايما كونتينيوس امبروفمنت. بس الـ هو اسلوب حياه ابروتش معين، الهدف منه انك انت بتبريفنت دايما ان هو اي ايرور يحصل. يعني انت دايما بريفنتيف اكشنز مش كوركتيف اكشنز. هل طب الموضوع ده يعني عمليا ولا نظريا؟ لا طبعا الموضوع عملي مش نظري، بدليل انه في اوريدي اكتر من ابلكيشنز احنا بنشوفه في حياتنا بتمنع وجود الخطا قبل ما هو يحصل. وطبعا الانيشيتيفز جايه من طبعا العلماء اليابانيين اللي احنا اتكلمنا عنهم، هم اللي وضعوا النظريات دي، وكان اخرهم عالم اسمه بوكي يوكي. البوكي يوكي ده حط اكتر من ابروتش بيمنع انك انت تعمل الغلط اصلا قبل اي اكشن. بدليل ايه؟ حضراتكم لو شفتوا مثلا اليو اس بي الفلاشة اللي هي اليو اس بي، حضرتك لو تبص هتلاقي في اليو اس بي هتلاقي في حته او في قطعه بلاستيك كده. القطعه البلاستيك دي ايه الهدف منها؟ حد يعرف؟ في حد يعرف القطعه البلاستيك اللي في اليو اس بي ايه الهدف منها او سمع عن نظريه بوكو يوكي؟ طيب الهدف من اليو اس بي او اي فلاشه او اي طبعا اي حاجه بتتعمل باليو اس بي انك انت بتمنع دخولها خطا. هي لو جربت تعكسها وتدخلها بطريقه مختلفه مش هيقبل. ليه؟ هي بحاجه معينه بيمنع اصلا انه يقع بالخطا. طيب تعال نشوف مثال معاكس تماما على الموضوع ده. حضراتكم طبعا كلنا اشتغلنا بالدي في دي والسي دي والسي ديز. السي ديز والدي في دي لو احنا بنركز دلوقتي تكاد ان هي يحصل لها اوبسيليانس، تكاد انها تتلاشى. بنادر انك انت تشوف دلوقتي حد بيتعامل بسي ديز او دي في ديز. طيب ايه الفرق ما بين الدي في دي واليو اس بي؟ والله الفرق كبير. انت في اوقات كتير احنا كان في الدرج بتاع السي دي روم او الدي في دي ما فيش مشكله انك انت تحط السي دي غلط. لو انت عكستها انت مش عارف ازاي بتحطها، هتلاقي نفسك بتحطها معكوسه وبعد كده بتقفل درج بيطلع لك ايرور ان هو مش عارف يقراها فبتضطر انك انت تعكسها. وطبعا مع مرور الوقت ابتدينا نلاحظ دايما يقول لك ايه السي دي مثلا او الدي في دي ما تحطهاش في مكان فيه شمس، ما تكتبش عليها، كل الحاجات دي. يعني مع الوقت بتلاقي السي دي او الدي في دي حصل لها فيلير مش شغاله معاك. عشان كده اتجهوا ان هم نعمل حاجه جديده فيرتشوال ميموري زي الفلاشه ونعمل حاجه مختلفه فيها تمنع اصلا انك انت يحصل لها طبعا تدخلها غلط، وباللوجيك كده انك انت
طبعا بتطول في عمرها الافتراضي انه ما يحصلهاش فيلير على في وقت قصير. طيب عشان كده ده تطبيق مثل زي من بيكو يوكي اللي هي فلاش ميموري، زي في تطبيقات كتيره زي برضو الفيشه او الثلاثيه بتمنع طبعا هي بتخش بشكل واحد، لكن بعكس طبعا الفيشه الثنائيه ممكن تدخلها معكوسه او معدوله، طبعا بيفرق البوزيتيف مكان النيجاتيف او العكس. طيب فالايرور فري كوست انك انت بتعمل الحاجه من صح من اول مره، ما بتعملش فيها اكسترا ايفورت اللي تستدعي انك انت تدفع اكسترا كوست. طيب الكوست اوف كواليتي، في حاجه اسمها كوست اوف كونفورمانس وهي كوست اوف نون كونفورمانس. طبعا كلنا احنا اشتغلنا في المواقع، ففي حاجه اسمها ان سي ار، الان سي ار اللي هي نون كونفورمانس ريبورت، ده الهدف منه لو الاستشاري لقى حاجه مش عاجباه او لقى حاجه مش موجوده في العقد او لقى بريتش من الكونتراكتور بيفتح له حاجه اسمها ان سي ار. فالكوست اوف كونفورمانس شامل حاجتين، اما بريفنشن او ابريزل. طب يعني ايه بريفنشن او ابريزل؟ بمعنى ان انت ممكن تدي تريننج لتكنيك معين او ميثودولوجي معينه الهدف منها مثلا تركيب بايبس. احنا عندنا في المشروع بتاعنا مثلا تركيب بايبس، فانا هدي الجماعه اللحامين تريننج في الكواليتي على اساس ان احنا ما نعملش اخطاء او ايه الاخطاء اللي احنا لازم نتلاشاها اثناء التنفيذ. يبقى ده من البريفنشن، يبقى في عندي زي كوست كود اسمه بريفنشن تحت الكوست اوف كونفورمانس، هو ده اللي انا برمي عليه الكوست بتاعت التريننج والكواليتي بلاننج. طيب في الكوست اوف كونفورمانس شامله حاجه تاني اسمها ابريزل. الابريزل دي التستات اللي انت بتعملها على المنتج والانسبكشنز، كل ده بترميه على الكوست كود اسمه ابريزر. طيب اما بقى الكوست اوف نون كونفورمانس دي تشمل حاجتين، اولا هنا خلاص بقى ما بقاش بريفنشن اكشن، لا هو نون كونفورمانس يعني في فيلير حصل. طيب اما يكون في انتيرير فيلير او اكسترنال فيلير. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هنا الانتيرير فيلير هنا ديتكتد قبل ما الكاستمر يستلم منك. احنا قلنا ان الراجل الكوست كنترول بيستلم مفروض من مهندس الموقع قبل ما بيسلم الاستشاري، فلو لقى فيه ديفكتس او لقى فيه طبعا ديفيشنسز بتتصلح قبل ما يسلم الاستشاري. يبقى لو انا عندي انتيرير فيليرز يبقى انا هنا دي بالنسبه لي بقى لو في ريوركس انا برميها على الشغل في الانتيرير او الكوست كود بتاع الانتيرير فيلير. طيب لو انا عندي اكسترنال فيلير يبقى هنا بقى ايه الكاستمر هو اللي اكتشف الفيليرز دي ويقدر بالنسبه لي طبعا بدفع طبعا بينالتيز او في دامجز بصلحها او ريوركس. فهنا طبعا في الاكسترنال فيلير الامباكت بتاعها بيكون اكتر بكتير من الانترنال فيلير. وهنا طبعا في جزء مش بندرسه وهو خاص بالريبيتيشن اللي هي السمعه، انك انت لو ظهر عندك اكتر من فيلير او انك انت اتاخد عليك انك انت كونتراكتور لو كواليتي بيبقى هنا في مشكله. طيب السبلاي تشين طبعا ريليتد كوست في اكتر من حاجه، في اكتر حاجه بان احنا بناخدها اللي هي البوست بوند بروفيت. معناها ايه البوست بوند بروفيتس؟ معناها ان انت مثلا والله انا كان البلان بتاعي ان انا البلاطه دي او السلابه دي اللي انا هصبها كانت مفروض تخش في الانفويس بتاع الشهر ده. طيب انا علشان في مشاكل في الكواليتي حصلت عندي انا اضطر او الاستشاري ما استلمش مني فما دخلتش في المستخلص ده، فبالنسبه لي بوست بوند. بوست بوند يعني مؤجله، بروفيتس مؤجله. طب هتيجي تقول لي ايه الفرق ما بينها احنا كناس ككوست؟ لا طبعا في فرق، ان انت هيبقى في مشكله عندك في الكاش فلو، انت باني الكاش فلو بتاعك ان انت هيخش لك المستخلص مثلا ب 15 مليون الشهر ده، انا دخل بالنسبه لي لا 13 مليون ديو تو انك انت حصل دروب البلاطه دي طلعت علشان ان انت ايه هتعمل فيها ريوركس او ديو تو ايا كان يعني في ديفيشنسز
هتضطر تعمل ريوركس، فدي مؤجله هتاخدها في المستخلص اللي جاي. طيب انا علشان الجاب اللي حصلت او بنقول عليها العجز اللي حصل ده، العجز اللي حصل ده علشان انت تسده لازم طبعا ممكن تاخد قرض من البنك. القرض من البنك ده عليه انترست علشان يغطي ايه العجز اللي حصل عندك، تمام؟ فدي اللي خاصه بالبوست بوند بروفيت. طيب في حاجه تاني اسمها اللوست بروفيت. اللوست بروفيت دي بقى بيرمننت خلاص، يعني انت مثلا حصل عندك لوست اوف بروفيت، انت حصل عندك اكتر من انسيدنت ان انت اوت اوف كواليتي، اوت اوف كواليتي المالك او الكاستمر اضطر ان هو يعمل لك ديسكوبنج لحاجه معينه، خلاص يبقى هنا انت لوست اوف بروفيت او عمل لك ترمينيشن. ده اللوست اوف بروفيت دي طبعا اكتر بكتير الامباكت بتاعها اكتر من البوست بوند بروفيت. طيب الكاستمر طبعا انكيرد كوست اللي هي اول كاستمر كوست اوف كواليتي بلس البوست بوند اند اللوست اوف بروفيت فروم طبعا كاستمر ساتسفاكشنز. خلاص في حاجه تاني اللي هي سايكو طبعا ايكونوميك كوست اللي هي خاصه طبعا بموضوع ال البابليك والكوميونتي طبعا افكتد ساتش ايه الاويل سبيل اور بوليوشن، انك انت تعمل حاجه يعني ايه بتسمع مثلا ان بابليك زي تسريب زيت او او طبعا تلوث، ده هنا في الحاله دي انك انت بتاثر على الريبيتيشن بتاعتك على السمعه بتاعتك. الاكزامبل ده بيوريك هو لو انت عندك ريفينيو مثلا 200,000 وبروفيت 5% وعملت بيرشيزنج ب 90,000 والبروفيت جاب النسبه بتاعته، الاكسبنسز الكوست حسبها والكوست اوف كواليتي اللي هي ال 20% عباره عن جاب ال 20% في ال 100,000 اللي هي عباره عن الكوست هيطلع له 20,000. طيب لو انت عندك external failure 60% يبقى 60% من 20,000 يعني انت كلفت 12,000 due to external failures. خلاص by eliminate the half طبعا of external failure لو انت عملت لها elimination يبقى اللي انت عملت له eliminations دي هتتحول بالنسبة لك لprofit. بأصبح ان انت الحاجات الريوركس والاكسترا كوست دي او الانبلاند كوست هي بتاكل من المارجنز بتاعك، فدي علشان كده احنا بنقول عليها دي ممكن تتحول بدل ما هي جروس بروفيت، لا ممكن تتحول في اخر المشروع لو انت حافظت على الكواليتي انها تبقى نت بروفيت. ده الشكل اللي احنا شفناه في السلايد اللي قبل كده، التو مين كاتيجوريز اللي هي الكونفورمانس او النون كونفورمانس. كونفورمانس اما بريفنشن او ابريزل. الامثله بتاعت البريفنشن ان احنا ممكن نعمل اديوكيشن او ندي تريننج او نعمل اوديت او طبعا بريفنتيف مينتيننس. الابريزل زي انك انت تعمل تيست او انسبكشنز او ميجرمنتس او problem analysis انك انت تجيب مثلا consultant ليك يعمل لك appraisals او ما شابه ذلك. اما non-conformance بالsubcategories بتاعتها اما internal failure زي الworks طبعا والrepairs والحاجات دي كلها، والexternal failure وادي الامثلة بتاعتها طبعا وخاصة باخر حاجة اللي هي complaint administration. طيب الcost طبعا of quality implementation logic انك انت لازم يكون عندك concept for any failure there are root cause، يعني لكل سبب او لكل sorry failure لازم بيكون في root cause، لازم بيكون في سبب جذري لازم نوصل له. يعني ما ينفعش انه يا جماعه العيب ده يقول لك اهو مثلا قدر الله ما شاء فعل او خلاص يا جماعه، لا ما لازم ندور على root cause ولازم نعمل له analysis ونشوف هل ال المشكلة اللي حصلت دي هنشوفها هل هي سبروديك ولا كرونيك، خلاص بقينا فعلا لا احنا اتخذ علينا يا جماعة ان احنا فعلا المنتج بتاعنا مش كويس. في شركات بتقال عليها كده لا دي مش كويسة في التشطيبات، التشطيبات بتاعتها
مش كويسة، هي شاطرة في الخرسانات لكن التشطيبات مثلا فيها مشاكل. بنسمع طبعا كلنا الكلام ده على شركات المقاولات. تاني حاجة الكوزز فور فيلير طبعا ار بريفنتبل، ان انت ممكن تتلاشاها من الاول، اي سبب من اسباب الفيليرز ممكن ان احنا نقدر نتجنبه. تالت حاجة اللي هي البريفنشن طبعا is cheaper than fixing after curing. دايما البريفنشن اكشنز اقل كوست طبعا او اقل consequences من الكوركتيف اكشنز. طبعا الامبلمنتيشن ستيبس لازم تكون في اتاك فيلير كوست وستارجتنج طبعا درايفنج زيم تو زيرو، يعني لازم الاول نحلل او نشوف ايه التارجت بتاعنا ان احنا نإليمينيت كل الفيليرز كوست دي نخليها زيرو. لازم طبعا انفست بروبريت بريفنشن اكتيفيتيز، ودي الصراحه بنشوفها طبعا من شركات بتختلف. في شركات بتانهانس وبتحب الناد تعلي السكيلز بتاعت الناس اللي عندها سواء دايركت او اندايركت، على طول في تريننج، على طول في ريسبكشنز، على طول انها بتسعى ان يكون في سيستمز. الهدف منها ان هي ايه بريفنت ان اي فيلير يحصل، بعكس انه يبقى في كوركتيف اكشنز. ثالث حاجه طبعا ريديوس الابريزل طبعا كوست according to results achieving. يعني انت طبعا لو انت حرصت انك انت تقلل، لو انت عندك في مشاكل في الخرسانة وابتديت تعالج المشاكل دي، خلاص ما انت هتقل بالنسبة لك الابريزال كوست اللي هي خاصة بالانسبكشنز، هتقلل الاختبارات اللي انت بتعملها علشان تمونيتور التطور اللي بيحصل او الزيادة في الكواليتي اللي بتحصل في الخرسانات. طبعا continuously انك انت تعمل evaluate و redirect طبعا prevention effort to gain طبعا further improvement، زي ما اتفقنا انك انت المين concept بتاع الكواليتي continuous improvement، دايما في تنمية والتطوير مستمر، مفيش حاجة اسمها ان احنا خلاص وصلنا للتارجت بتاعنا، لا كل ما توصل للتارجت بتاعنا لازم انك انت تبقى عارف لا علي التارجت بتاعك، ما فيش حاجة اسمها هو ده وصلنا للتارجت بتاعك، افضل علي التارجت بتاعك لحد ما توصل زيرو فيلير. خلاص بيوريك هنا الكوانتيفاينج طبعا الكوست اوف كواليتي، وزي ما احنا شفناها في المثال اللي قبل كده، ودي نسب استرشادية من فيلير كوست من 65 ل 70% ابريزال كوست، وطبعا البريفنشن كوست 5% من الكور. كده نكون خلصنا شابتر الكواليتي. في اي حد عايز يسأل في اي حاجة يا جماعة في الكواليتي؟ باشمهندس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله، ازيك يا فندم، رب تكون بخير ان شاء الله. بس حضرتك لو تشرح بس اخر جزئية اللي هي النسب دي بس سريعا كده يا فندم. النسب دي استرشادية يا باشمهندس. تمام، يعني استرشاديه ان انت بيقول لك ان انت ممكن تبدا بيها في الشركات. طبعا حضرتك عارفه مثلا في شركات المقاولات بنخصص مثلا نسبه صغيره انك انت بريفنشن اكشن، فهتلاقي في 5% للبريفنشن، 5% من الكوست انك انت بتدي تريننج مثلا او بتدي حاجات بريفنت ان اي فيلير يحصل. الابريزلز وهي من 20 ل 25%. خلاص، وطبعا الفيليرز دي بيقول لك ستارتنج، ان انت مفروض تكون بادئ من الستارت دي. طبعا كل ما انت بتدي تريننج اكتر او كل ما انت بتحرص انك انت يبقى في كونتينيوس امبروفمنت، مفروض تقل عندك الابريزل كوست وتقل طبعا بشكل كبير الفيلير كوست اللي هي انت اوريدي بتبقى انكيرد بالنسبه لك. تمام، فالنسب دي استرشادية بس. يعني ايه usually failure cost are يعني 65 ل 70، يعني مش فاهم الحتة دي، بس حتى لو هي استرشادية او بس مش فاهمها. بس يعني بص حضرتك، علشان تقيسي الاتشيفمنت بتاع اي حاجة طبعا كلنا عارفين ان لازم يكون عندك بنش مارك، صح؟ فباجي مثلا ناخد بايلوت بروجكت
مثال حي على البروجكت، احنا عايزين نطبق كواليتي مانجمنت في الشركه بتاعتنا، نشوف يا جماعه احنا بندفع فيلير كوست كام، يعني ايه الاكتيفيتيز اللي بيتم عليها ريورس. احنا عندنا مثلا مشكله في التشطيبات، طيب بندفع كام اكسترا كوست ديو تو الفيلير، ان احنا بنعمل ريوركس. خلاص كانت النسبه 65-70%، من 65-70% من التوتال كوست احنا بندفعها ديو تو كام الفيلير. تمام. طيب الشهر اللي جاي احنا خلاص طبقنا كواليتي مانجمنت، وجينا نشوف الكوارتر اللي جاي لقينا بدل ما هي 65% لا دي بقت 55%. معنى كده ان احنا بنعمل اتشيفمنت او بنحسن من الكواليتي بتاعتنا، ولا ستيل برضو عندنا مشكله؟ اه ستيل في مشكله، بس بتزيد ولا بتقل؟ لا بتقل. خلاص فاحنا حطينا ريسبونس بلان، فعلشان نشوف الافكتيفنس بتاع الريسبونسز اللي احنا عملناها، بنشوف طبعا كل كوارتر ايه الاتشيفمنتس اللي احنا بتحصل عندنا. فلازم بيكون عندك بنش مارك في الفيجرز دي علشان نقدر نقيس الاتشيفمنت بتاعنا او البروجرس بتاعنا. تمام. فحضرتك بتشوفي الاول او بنقول عليها الفاكتشوال داتا، الداتا الواقعيه فعلا، وعلى البايلوت بروجكت اللي حضرتك تاخديها او تطبقيها على سيستم الشركه، وبتقيسي بقى بتشوف النسب دي مع الوقت بتبقى بتقل ولا بتزيد. طبعا هي يفضل انها تكون نسب علشان ما تكونش اماونت، فالاماونت بيبقى ايه ما بيديكيش انديكيتور كويس، يعني مثلا ما تقولش 2 مليون او 3 مليون، لا احنا خليها نسبه، النسبه دي بتبقى انديكيتور كويس علشان نشوف هل هي بتزيد ولا بتقل الفترات اللي جايه. فبنقيس بنا الافكتيفنس بتاع الريسبونسز اللي احنا حطيناها. إيه طيب، وهي النسبة دي هندسة بتكون نسبة في حجم العمل المنفذ في خلال الفترة، ولا من قيمة العقد كله؟ من البادجت بتاعتك اللي انت حطيتيه. تمام. طيب شكرا. في حد تاني عايز يسأل في الكواليتي؟ طيب الساعة دلوقتي 7:30 و5، انا هستأذنكم بس ناخد بريك عشان زي ما قلت لكم ان انا صايم، فاستأذنكم بس هفطر، والعايز يصلي او يعمل حاجة يشربها، ونيجي ان شاء الله على الساعة 8 نكمل الكورس مع بعض. شكرا لك. تفضل يا باشمهندس. حاضر. شكرا لك. شكرا لحضرتك. الجماعة شكلهم لسه ما أيوه، نصبر شوية. طب نستنى دقيقتين. طب ونبدأ. أيوه انتظر شوية. أنا موجودة يا باشمهندس. أوكي. طيب تمام. نستنى بعد إذنكم بس دقيقة واحدة كده أو دقيقتين ونبدأ على طول. أوكي تمام.
نبدأ يا جماعة. نبدأ يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ مع بعض شابتر جديد وهو خاص بالفاليو انجينيرينج، وفي كان أحد من الحضور كان سأل قبل كده على الفاليو انجينيرينج، فهل حد عنده فكرة على موضوع الفاليو انجينيرينج؟ اكيد يا فرنس. طيب اتفضلي حضرتك، ايه اللي حضرتك تعرفي عن value engineering؟ بيكون for example يعني ان انا بحاول اوفر فخامة، تمام؟ او مش خامة يعني item for example يعني سيراميك مثلا، وهجيب سيراميك نوع تاني ارخص فبالتالي اوفر، والبروفيت بيتقسم بيني وبين الكلاينت 50-50 او على حسب العقد ما بينص يعني، بس بما لا يخل بالمواصفات يعني بتاعت الحاجة. طيب في المهندس مصطفى حاجة كان ليك إضافة، اتفضل. المهندس مصطفى معلش الصوت كان قاطع بس. طيب اتفضل. بالنسبه للفاليو انجينيرنج، هو اللي انا اعرفه ان انت بتغير في مثلا في ايتم بس ما بتغيرش في الكواليتي، يعني انت بتقدم حاجه بديله ليه بثمن بس في نفس الوقت ان انا احافظ على نفس الليفل الكواليتي اللي كان مطلوب في الحاجه الاولانيه. يعني مثلا زي الخرسانات لما يكون مثلا في امكانيه ان انا اقلبها بوست تنشن وهتوفر معايا في الفلوس، تعمل ريديوس مثلا للكوست نفسها لان هي كميه مثلا خرسانات كبيره او مستوى مسطحاتها كبيره. هو ده يعني ده اللي انا اعرفه، بس هي اهم حاجه ان انا ما اغيرش الكواليتي او الهدف الاساسي للبند اللي انا هغير فيه المواصفات. تمام. طيب في حد ليه اضافه تانية يا جماعه؟ السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا باشمهندس. اضافه لكلام الزمره، اتفضل. اي حاجه بتكون ما عندها فاليو كويس ممكن نعزفها، يعني نفترض انه عندي خرسانه في المواصفات في خرسانه ملونه، انا ما مستفيد من اللون الموجود في الخرسانه او ما عنده اي شنو، انا بقوم بشيله من البنايه كويس يعني بقل يعني بستفيد من حاجه الفاليو بتاعتها الحقيقيه مفهوم بتاعها. تمام. طيب حضرتك هي يعني ايه اصلا كلمه فاليو؟ فاليو اللي هي قيمة، أوكي؟ لكن قيمة بمعنى إنه مش قيمة مالية، قيمة بمعنى إنه بتضيف حاجة بتحقق إضافة عشان تحقق هدف معين. القيمة يعني نفترض إنه عندي أنا تصدير حق ماشية، لا أنا أقوم أجيب أعمل زبائح اللوحة هستفيد انه هضيف حاجات ثانيه اضافيه، لو هضيف انه هستفيد من الخام اللي بيطلع، هضيف انه العمال اللي بتشتغل، يعني في اضافات ثانيه هتتحقق بنفس المنتج. الفاليو دي هي الفاليو، ما قيمه المنتج ذاته. تمام. الفاليو هي ببساطه كده اللي هي ايه الفن، اي حاجه ايه الفانكشن اللي هديها لك على الكوست اللي انت تتكلفها فيها. هنا بنقدر نحسب الفاليو اللي هو هيرجع لك على من الايتم ده او من المشروع ده. طبعا زي ما قلتوا حضراتكم كلام اللي قلتوه مظبوط، بس خلينا نلخص القصه. هي تلخص في كام ايتمز. اول حاجه الفاليو انجينيرنج هم ابتدت تظهر بعد الحرب العالميه الثانيه، ابتدت تقل الريسورسز عالميا، ابتدى العالم يتجه على ان هو لازم نشوف. طبعا في حين ان انت بتبقى limited resources دايما بتدور على انك انت تستغل الريسورسز القليله دي وتعمل نفس الفانكشن او تعمل نفس الاوبجكتيف اللي انت عايز تحققه.
من هنا ظهر العلم بتاع الفاليو انجينيرينج، وكان الاول اسمه فاليو اناليسيس وفضل يتطور لحد ما بيوصل عندنا باسم فاليو انجينيرينج. اول ناس اشتغلت على الفاليو انجينيرينج شركه جي اي، الشركه الامريكيه جي اي هي اول ناس اشتغلت بكونسبت الفاليو انجينيرينج. طيب موضوع الفاليو انجينيرينج زي ما قلتوا حضراتكم، بس خلينا نلخص. هل انت الفاليو انجينيرينج في خطواته ثابته؟ الخطوات بتاعه الفاليو انجينيرينج ثابته. لو حبينا نقسمها هتلاقيها خمسه ستيبس اساسيين، وهنا بيحاول يخليها سته، يعني هنشوفهم مع بعض. بس هم من لي خمسه ستيبس بيتعملوا في الفاليو انجينيرينج. اول حاجه بنقول عليها الانفورميشن فيز، مرحله الانفورميشن، انك انت بتجذرنج طبعا انفورميشن عن المشروع بتاعك، عن الريكويرمنتس، عن الديزاين بتاع المشروع، على الكونسترينز بتاعه المشروع، على طبعا الاستيميتد او البروجكت كوست بتاعك، البادجت بتاعه المشروع ايه. وفي المرحله دي، في مرحله الانفورميشن، بيبقى فيه حاجه مهمه جدا، ان لازم بتعمل بنش ماركينج. يعني ايه بنش ماركينج؟ يعني بتجيب امثله مختلفه لنفس النوع بتاع المشروع ده في الماركت. يعني بيحاول الاستشاري على قد ما بيقدر بيجيب اكتر من مثال لنفس النوع بتاع المشروع ده علشان يعمل بنش ماركينج، يقيس اول حاجه الكوست بتاعه المشروع ده بالنسبه للماركت، وطبعا مقارنه بالبنش ماركس اللي هو مختارها as a similar items، يعني عشان يقدر يشوف هو اصلا اوفر برايس ولا اندر برايس. دي في الاول. بعد كده بيخش في مرحله الكرييتيف فيز، دي مهمه جدا. موضوع الكرييتيف فيز معناها ايه؟ انك انت هنا بيبقى بتعمل اكتر من سيشنز طبعا زي برين ستورمنج، بتحاول تلاقي الالترناتيفز. طيب الالترناتيفز دي بتكون لايه؟ والله انا موضوع الفاليو انجينيرنج بيبقى، هل انا بعمل فاليو انجينيرنج للمشروع كله ولا للايتيمز معينه ولا ايه؟ اول حاجه لو انت حبيت تعمله المشروع كله، برضو مش بنعمله لكل الاكتيفيتيز او لكل الايتيمز. ليه؟ في حاجات طبعا بيبقى فيها الويت بتاعها قليل، يعني حاجه مش سيجنيفيكانت عندي. ايه الايتيم ده الويت بتاعها قليل، فهنا في حاجه فاكتور بنبص عليه في الكوست، حاجه اسمها سنسيتيفيتي كوست. السنسيتيفيتي كوست دي الويت بتاع الكوست بتاعه دي، او ان انا اغير في الكوست دي هياثر معايا في ايه؟ في التوتال كوست. انا ممكن افضل حاجه افضل اكسر دماغي فيها وادور واجيب لها الترناتيفز، وفي الاخر السنسيتيفيتي كوست بتاعتها قليله جدا. فاول حاجه في مرحله الكرييتيف، قبل ما انا اجيب الالترناتيفز للايتم ده، بشوف ايه الايتمز اللي انا هدرسها في الاول. وقبل ما اشوف الايتمز اللي انا هدرسها، بشوف ايه المين فانكشنز زي ما قال الباشمهندس، وايه حاجه تاني السكندري فانكشنز، يعني ايه الحاجات الاساسيه بالنسبه لي اللي ما فيهاش جدال، والحاجات السكندري اللي انا ممكن فعلا ايه اتغاضى عنها. بمعنى ايه؟ تعال ناخد مثال نقرب بيه الدنيا شويه. لو انا جيت قلت لك والله انا عايز اعمل شباك، الشباك ده الموتال، جيت قلت لك الكامل كوست بتاعته، قلت لي الكوست بتاعته مثلا هيكلفني 10,000 جنيه، قلت لك لا ده عاليه جدا، انا عايز اعمل فاليو انجينيرنج. اول حاجه لازم تعرفها، فاليو انجينيرنج مش معناها ان انا بعمل ديسكوبنج او ان انا بغير في السكوب. انا فاليو انجينيرنج انا عايز نفس السكوب بس تقلل السعر. يعني ما تجيش تقول كوست اليمينيشن او كوست ديدكشن او كوست سيفنج وانا في الاخر غيرت السكوب، جيت قلت لك خلاص هنلغي الشباك خالص. لا، انا هعمل نفس الشباك اللي انت عايزه، بس اجي اقول لك انت ايه المين فانكشنز بالنسبه لك. هتيجي تقول لي والله عايز الضوء، عايزه مثلا عايز الصوت، عايزه يحجب الاتربه ويحجب الحاجات دي كلها. المهم بفضل اخد الفانكشنز بتاعه الحاجات دي، باجي اقول لك ايه المين بالنسبه لك، يعني ايه الحاجات اللي انت لا تتنازل عنها، وايه الحاجات السكند.
يعني انا ممكن اجي تيجي تقول لي طب انت في مشكله ان انت مثلا في ناحيه الكوزماتكس ناحيه الجماليه فيها مشكله ان انا اخلي لك الشباك ده خشب عادي جدا او بدل ما هو على متل اخلي لك يو بي في سي، في مشكله هحقق لك نفس الفانكشناليتي ونفس اللي انت محتاجه بس هلاقي لك بديل، بس انت ايه كشكل جمالي دي ممكن تتنازل عنها شويه. اجي اقول لك اه مثلا والله ممكن تكون الفكره اللي انا بجيبها بالنسبه لك لا انا الحاجه دي بالنسبه لي ما فيهاش تهاون، خلاص بجيب لك بديل يحل لك المشكله في حته تاني خلاص. فالكرييتيف فيز ان انا بمسك الايتمز دي بجيب اكتر من الترناتيف. هنا بنعمل سيشنز بتبقى عباره عن برين ستورمينج، بيبقى بدون طبعا قيود بدون اي كونسترينز، بيبقى الهدف منها ان احنا نجد بدائل. ممكن يكون البديل ان احنا مثلا نعمل والله الشباك ده لو هو مش حاجه اسينشال ان هو يحجب الحاجه خلاص ممكن استعيد عنه ان انا اعمل ستاره خلاص اسد الاوبننج ده وخلاص. يعني لو انا بالنسبه لي انا عايز بس اشيل او الاوبننج عامه انا عايز اقفله، ما ممكن اقفله بحائط مباني، ممكن يكون ده الترناتيف بالنسبه لي خلاص. ففي مرحله الكرياتيفيتي ده ما بيبقاش فيه اي ريستريكشنز، بيبقى كل الافكار مرحب بيها، وبيبقى كمان يفضل انه الافكار اللي هي اوت اوف بوكس دي يفضل ان انت ممكن تجيب فكره مش 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 ما يعني ما اتعملتش قبل كده. طيب اول حاجه عملناها اللي هي الانفورميشن، بعد كده عملت كرييتيف فيز، بعد كده عايزين نعمل ايفالويشن. الايفالويشن دي طبعا بيست على الالترناتيفز اللي احنا جبناها في مرحله الكرياتيفيتي، في مرحله سوري الكرياتيف. بتعمل الايفالويشن بناء على ايه؟ والله انت السكريننج بقى للالترناتيفز، تقعد مع الكلاينت تشوف ده ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، طب البديل ده ممكن يعمل لي كوست سيفنج قد ايه، كله ده بيتم في مرحله طبعا الايفالويشن. وانس ان انا خلاص استقريت على الالترناتيفز للايتمز اللي انا هغير عندها، بنروح لمرحله بقى الديفلوبمنت. Development و Recommendation، وعشان كده هنعرف ليه مهمة موضوع Recommendation. Development خلاص انت استقريت على البدائل، بتبتدي بقى تكون موديل وصل بينا الكوست طبعا بتاعة المشروع، وصلنا بدل ما مثلا 20 مليون لا احنا نزلنا ل 18 مليون based على Alternatives دي اللي احنا اخترناها لبعض من الايتمز. مهم جدا Recommendation، لو انت غيرت في اي بديل لازم بتريكومند هتجيبه ازاي، عشان كده بقول لك في مرحله الانفورميشن فيز دي مهمه جدا ان انت بتدرس السوق، بتدرس البدائل دي هتجيبها ازاي وهتجيبها منين وتعمل كومباريزونز ما بين الالترناتيفز وما بين بعض. ففي الريكومنديشن بتقول ان انت هتجيبها مثلا من المكان الفلاني، بتركب بالشكل الفلاني، السبيكس بتاعه الالترناتيفز الجديده، وتضمن انك انت تتنفذ زي ما انت طلعت بيها ريكومنديشن. ليه؟ انك انت عشان ما يجيش الكلاينت يعمل عليك فاير باك ان انت في حصلت مشكله، او ان انا بقى وانس ان انا اخترت الالترناتيف اللي انت قلت لي عليه حصلت عندي مشكله. لا، ففي مرحله الريكومنديشن لازم بتكون واضحه وصريحه لكل الالترناتيفز اللي انت اخترتها، بتركب ازاي، السبيكس بتاعتها المظبوطه، لو انت في سبلاير اللي ممكن يجيب منه، كل ده طبعا في مرحله الديفلوبمنت والريكومنديشن. في حاجه تاني نسيت اقولها لك في مرحله الانفورميشن فيز، مهم جدا وانت سوري في الايفالويشن، سوري مش في الانفورميشن، في مرحله الانفورميشن في الايفالويشن مهم جدا وانت بتدرس الالترناتيفز اللي انت عملت لها سكريننج، تدرس حاجه هناخدها مع بعض اوريدي في شابتر خاص بالموضوع ده، احنا كنا خدنا الترمينولوجي ده قبل كده اللي هي اللايف سايكل كوست. يعني ايه؟ يعني لازم تدرس اللايف سايكل كوست بتاعت الايتم كلها من اول ما انت هتشتريها بكامل، اللي احنا بنقول عليها الانيشيشن كوست او الانيشيال كوست،
المينتنانس، ما انت ممكن تشتريها رخيصه بس تدفع مينتنانس عاليه، ودي طبعا بنشوفها مثلا في حاجات كتير، ودايما في مثلا في كومباريزون ما بين المنتج الصيني والمنتج الاوروبي او الياباني. ما فيش مشكله ان انت ممكن تجيب الايتم ده رخيص، بس اولا لايف سايكل اصغر، بلس بتحتاج مينتنانس على طول بشكل مستمر، فالموضوع ده ممكن يكون اللايف سايكل كوست في الاخر بتاعته عاليه. انت ما تبصش ان تكلفه التنفيذ قليله وانا سلمته كده للعميل وخلاص انا عملت له كوست سيفنج، لا، انت عشان تعمل الدراسه مظبوطه بتدرس اللايف سايكل كوست ككل للايتم ده. خلاص، وانس ان انت وصلت طبعا الديفلوبمنت واخترت الالترناتيفز وكونت الموديل، بتوصل لاخر مرحله طبعا اللي هي ريبورتنج، او بتعمل بنسميها برزنتيشن للشغل بتاعك والبدائل اللي انت اخترتها، وطبعا بتلخص الكونكلوجن. فدي فكره عامه القصه بتاعه الفاليو انجينيرنج وايه البروسيس بتاعتها as conclusion يعني. طيب الحاجه بس اللي انا عايزك تبقى عارفها انك انت، هل موضوع الفاليو انجينيرنج بتتم المقاول هو اللي بيعملها، ولا الكلاينت، ولا استشاري، ولا حد خالص ثيرد بارتي؟ طب بنعملها في اول المشروع، ولا في وسط المشروع، ولا لا؟ في جراف كده كنا دايما بناخده في عامه في اي كورس في بروجكت مانجمنت، اللي هو بيوريك الكوست اوف تشينج بتزيد مع مرور الوقت. خلاص، فانت طبعا كل ما انت بتقدر تعمل فاليو انجينيرنج في مرحله بدري شويه، كل ما بتقدر تعمل كوست سيفنج، وكل ما يكون الكوست اوف تشينج مش عاليه. يعني مثلا هل انت متخيل ان انت تعمل كوست او فاليو انجينيرنج في الكونستراكشن زي لما انت تعمل فاليو انجينيرنج في مرحله اصلا الانجينيرنج فيز، او في مرحله الديفلوبمنت او البلاننج؟ لا طبعا، انا في مرحله البلاننج انا ممكن بدرس زي ما قال الباشمهندس، انا بقارن ما بين التراديشنال او الفلات مثلا سلاب ولا البوست تنشن. انا ممكن اصلا في مرحله الديزاين او في مرحله الانجينيرنج ما ندرس التو الترناتيف ده، ولا اوفر الكوست بتاعه الناس اللي عملوا لي الديزاين بتاع البروبوزل الاولاني والوقت اللي اخذناه والوقت اللي انا هعمل فيه الديزاين الجديد. خلاص، فانت كل ما انت بتعمل الموضوع الفاليو انجينيرنج في ايرلي ستيج، كل ما طبعا يكون في سيفنج اكتر، وكل ما تقلل اللوسز بتاعتك، كل طبعا ما انت بتزيد في الوقت توصل للكونستراكشن للاوبريشن او المينتنس، كل طبعا ما بيكون بالنسبه لك بوتنشال اللوسز بيزيد، وطبعا فرصه انك انت تعمل جيننج او تشوف البينفيتس بتاعت الفاليو انجينيرنج كل ما طبعا خلاص الوقت فات. طيب مين بقى اللي بيعمله موضوع الفاليو انجينيرنج؟ ممكن يطلب من المالك، ممكن يطلبه من الاستشاري في زي ما قلنا في مرحله متقدمه قبل ما يبقى فيه اصلا مقاول، يبقى ممكن في مرحله الديزاين او في الاسكيماتيك ديزاين او في الديزاين ديفلوبمنت هو اللي يعملها. ممكن في مرحله البلاننج انا بجيب اكتر من مكتب هو، او في اوريدي في مكاتب هي اوريدي معاها النو هاو ومعاها البروسيس عامه بيديرها ازاي، وات ايفر التايب بتاع المشروع، اويل اند جاز او كونستراكشن عادي، او هو عارف النو هاو بتاعه البروسيس بتاعه البروسيجر هتتم ازاي. ففي اوريدي مكاتب استشاريه كتير، فهي اللي ممكن تقوم بالدور ده، وممكن المقاول هو فعلا يعملها. وبعض من العقود ابتدينا نشوفها دلوقتي ان هي واضحه وصريحه ليها كلوز، ان انت ممكن طبعا زي ما قالت الباشمهندسه لازم تدي بنفيتس للمقاول. انا ايه اللي يخليني انا كمقاول اعمل فاليو انجينيرنج للمالك؟ انا ايه اللي هستفيده؟ هستفيده طبعا لازم يبقى فيه الكوست سيفنج اللي انا هوفره ده، ممكن اخد نسبه منه، بتبقى طبعا النسبه دي متوضحه ومتوافق عليها. دي لازم تخلق انسنتيف للمالك ده ان هو يفكر لك ويجيب لك، سوري المقاول، انه يجيب لك بديل تاني للماتيريال، بديل تاني طبعا للديزاين ده، او انه يقترح عليك
بروبوزل تاني. اذروايز مفيش مشكله، خصوصا كمان ممكن انت تلعب معاه في ايتم يكون البروفيتابيليتي بتاعته عاليه. يعني انا ممكن انا اكون انا كمقاول بنيت او حاطط ربحي على الايتم ده، على البند ده الخرسانه اللي احنا ننفذها فلات سلاب، انت هتيجي تقول لي لا انا هقلبها بوست تنشن ان هو ده يوفر لي. طب ما انا بوست تنشن البروفيتابيليتي بتاعته مش قليل، قصدي مش هعرف اكسب فيه زي النظام الترديشنال عادي، او ممكن كمان انا ما اعرفش انفذ التكنيك ده فتضطر تدي لي مقاول تاني. فلازم هنا تخلق انسنتيف للمقاول علشان يقدر يعرف يلاقي لك الترنيتيف او يقدر يشوف لك طبعا البدايل للايتمز اللي موجوده عندك في المشروع. طبعا في سيرتيفيكت في موضوع فاليو انجينيرنج، اعتقد في شهاده اسمها سي في اس اللي هي سيرتيفايد فاليو سبيشاليست، وعدد الناس اللي هم سيرتيفايد قليل جدا. وموضوع الفاليو انجينيرنج موضوع شيق وفي ناس كتير شغاله في الموضوع ده، في اكسبرت يعني از اكسبرت او سبيشاليست او في مكتب استشاري زي ما قلنا ساعات بتطلب من مكتب استشاري. وانا كنت في شاركت مش في موضوع الفاليو انجينيرنج، كان في موضوع التصميم بتاع الجامعه اليابانيه والمتحف المصري. الجامعة اليابانية اللي موجودة في اسكندرية والمتحف الايجيبشن جراند ايجيبشن ميوزيوم، متحف مصر ده في 2012 كانت الفيز 3 ديزاين بتاعها. هما طبعا الاثنين منحة من هيئة في اليابان اسمها جايكا، فكان عامل ديزاين. الديزاين ده هو كان اول مرة يجي ينفذ او مش عارف الديزاين ده هيتنفذ بقد ايه في مصر الفاليو بتاعته، فبيعمل حاجه اسمها ايه زي النيجوشيشن بيد كده، ان هي انا بنزلها الاول بيد زي ترايلز كده بشوف الحاجه دي ممكن تتنفذ في هنا كانت في مصر بقد ايه. وبعد كده شاف انه الكوست اللي بتاعت التنفيذ اعلى بكتير من البادجت اللي محطوط. ساعتها بقى كان جاب استشاري، كنا احنا داخلين صاب منه، انك انت وظيفتك بتقلل من التوتال كوست طبعا بتاعه. احنا كنا شغالين على الجامعه مش على المتحف، كان في ناس شغاله على المتحف. البدائل بقى عن طريق البدائل، يعني مثلا كان جاب عايز يخلي كل حاجه اوتوميتد في الجامعه، حتى ايفن الكارز والسكوترز والحاجات اللي زي كده بدون سواق. فابتدينا نعمل دراسة، لا بدل هنخففها، بدل ما يبقى كلها 100% automated، لا هنخلي مثلا vehicles هي automated، وهنخلي الحاجات اللي هي الصغيرة والفانز دي هي دي لا مش automated. كان عايز طبعا نخلي جزء فيه كبير جدا برضو sustainability development، انه عايز يستغل الجري ووتر والبلاك ووتر دي عن طريق يعمل لها ريسايكلينج، وطبعا كل حاجه جرين بيلدينجز، كل حاجه بيستخدم فيها بي ام اس، كل الكلام ده بيتكلموا فيه من 2012. وطبعا كان دورك انك انت بتلاقي اكتر من بديل وبتنزل، وبعد كده بعد ما بنوصل للالترناتيفز هي دي اقل بيبتدي يطرح تاني، وبرضو بنشوف السعر وصل لكام لحد ما في الاخر بيجيب السعر اللي هو ابروفد من المنحه او من الهيئه اللي هو واخد منها المنحه. وبعد كده تم طبعا الموافقه على البادجت بالسبيكس، وتغيرت السبيكس بتاعت المشروع وطرح التاني خلاص بشكل نهائي يعني. بس دي كانت تجربتي مع موضوع الفاليو انجينيرنج. ده التلخيص بتاع شابتر الفاليو انجينيرنج. انا حبيت بس الخص لكم القصه وتعرف ايه موضوع قصه الفاليو انجينيرنج والستيجز بتاعتها. هنشوفها هنا بريفلي، هنلاقي دي اول حاجه في البري ديزاين ستيج زي ما قلنا. الستيجز عامه بتاعه الفاليو انجينيرنج تلاقي ان انت ممكن تعملها في البري ديزاين اللي احنا بنقول عليها البلاننج في الاول، او ممكن تعملها في الديزاين ستيج، ممكن تعمل الفاليو انجينيرنج طبعا في قبل البيدنج، وممكن تعملها في الكونستراكشن.
خلاص. وطبعا ممكن تعملها اثناء المينتنس او اثناء الاوبريشن، بس طبعا زي ما قلنا كل ما بيعدي الوقت كل ما الفاليو او البينفيتس بتاعت الفاليو انجينيرنج بتقل. طبعا هنا بيوريك بعض الترمينولوجيز زي الفاليو اناليسيس والفاليو انجينيرنج والفاليو مانجمنت. الفاليو اناليسيس دي كان الهدف منها انك انت تكنترول على الفاليو اللي احنا قلنا عليها الفانكشن على الكوست. value engineering انك انت بتعمل improvement للvalue، انت ما بتقللش او لا انت بتعمل improvement. معنى كلمة improvement انك انت بتقلل الكوست بس نفس الفانكشن، فهنا بنقول عليها improvement. خلاص. طبعا الvalue management اللي هي خاصة بالvalue assurance، فكل ده بتدرسه طبعا في value engineering البروسيس او المين كاتيجوريز زي الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. طبعا الفاليو ميثودولوجي بيقول لك الجوب بلان اللي انت ممكن تعمله، ايه اللي انت بتعمله قبل البري ستادي، وايه اللي انت بتعمله في الفاليو ستادي، وايه اللي ممكن تعمله في البوست ستادي، اللي هم الخمسه ستيجز اللي احنا قلناها، بس هو بيقسمها لك على كل ستيج. يعني بيقول لك في البري ستادي انك انت بتكولكت او اليوزر او الكاستمر اتيتيود، ايه الاوبجكتيف بتاعها، انك انت طبعا زي ما احنا قلنا بتشوف الفيتشرز، بتشوف البرودكتس، بتشوف السيميلر اهو بروجكتس اللي احنا قلنا عليها، وطبعا جذر طبعا كومبليت داتا فايل بتجيب كل البرايمري انفورميشن سورس زي الجماعه الديزاينرز مين اللي عمل كوست استيميتر اللي احنا لخصناه، والسكندري طبعا انفورميشن ايه السبلايرز السيميلر برودكتس، كله ده في مرحلة البري ستادي. البوست ستادي بتعمل البروسيس دي سواء بتديترمين طبعا او الايفالويشن فاكتورز السكوب بتاع الستادي، بتبيلد الموديل اللي احنا بنقول عليه، وطبعا الديترمين التيم الكومبوزيشن بتاع اللي هيعمل الموضوع ده. فكرة بس ان انا عايز اقول لك مش شرط يكون اللي بيعمل الموضوع ده يكون حد من الفيلد، يعني مش لازم اكون انا مهندس سيفل او مهندس اركيتكتشر، لا فيه ممكن مهندسين تاني، او ممكن كمان كان من ضمن التيم اللي كان شغال معانا دكاتره بشري، بس هو دخل في الموضوع ده بقاله فتره وجند اكسبيرينس كبيره، و فهو بيدير البروسيس، هو عارف البروسيس بتمشي ازاي. خلاص. فمش شرط يكون حد تكنيشن. وهي طبعا موضوع الفاليو اهو ستادي، ادي الانفورميشن فيز اللي احنا بنقول عليها، الفانكشن اناليسيس فيز اللي احنا اتكلمنا عنها، الكرييتيف فيز اللي انت بتطلع بقى الافكار وبتطلع الالترناتيفز المختلفه، وبعد كده بتخش في الايفالويشن فيز دي طبعا البيست الترناتيف اللي انت استقريت عليه، وبعد كده بتعمل بقى ديفلوبمنت للفيز، واخر مرحله اللي احنا هنشوفها اللي هي ريبورت او البرزنتيشن فيز. بعد كده بيقول لك البوست ستادي، بعد ما انت بتعمل الستادي اهو الحته اللي انا بقول لك اتكلمنا فيها في مرحله الريكومنديشن، لازم طبعا تشور الامبلمنتيشن اوف ابروفد تشينجز، لازم تتاكد من التغييرات اللي انت غيرتها في الاوريجينال سكوب او الاوريجينال سبيكس، تضمن انها تتم بالطريقه اللي انت recommended من طرفك. يعني لازم تشرح بالظبط هتجيبها منين، هتجيبها ازاي، كل التفاصيل بتاعتها. وكمان بيبقى في representatives للتيم ده احيانا بيطلب ان هو الحد في الكونستراكشن يبقى موجود عشان يضمن ان هي اتنفذت زي ما كانت recommended ولا لا. كده نكون خلصنا شابتر الفاليو انجينيرينج، واتمنى ان اكون لخصت لكم القصه بتاعت الفاليو انجينيرينج وهي ما يكونش فيها مشكله. كده فيها مشكله مع حد يا جماعه؟ في اي حد عايز يسال حاجه في الفاليو انجينيرينج؟ انا عندي سؤال يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. لو اضرب لنا مثال بسيط للفاليو انجينيرينج في شغل المصانع مثلا. تمام. بس انت الامثله اللي ضربتها كلها بالكونستراكشن وبالمباني
تمام. مش مهندس؟ ايوه انا معك. اتفضل حضرتك كمل. معلش الصوت قطع. بس قلت لك عايز مثال بسيط للفاليو انجينيرنج في شغل المصانع مثلا عشان الرؤيه توضح لي اكتر. ما هو موضوع الفاليو انجينيرنج في موضوع المصانع لازم حضرتك يكون الطلب بتاع حضرتك واضح وصريح. هل في الكونستراكشن بتاعت المصانع ولا هل في الاوبريشن بتاعت المصنع؟ ايوه في الاوبريشن. في الاوبريشن. طيب ما هو هنا في الاوبريشن زي ما احنا قلنا اللايف سايكل او الستيجز اللي انت ممكن تطبق في موضوع الفاليو انجينيرنج ممكن من اول الانيشيشن خالص من اول ما هي كانت فكره وانت بتعمل لها بلاننج لحد الاوبريشن اللي انت حضرتك بتتكلم عليه ان هو اوريدي المصنع شغال وانت عايز تعمل فاليو انجينيرنج. طيب هنا في الفاليو انجينيرنج ممكن بلاقي بديل ودي دايما بيركزوا عليها الجماعه بتوع الكواليتي التيم بتاع الكواليتي اشورنس بتاع حضرتك بيبقى حريص دايما بيبقى بيعمل لحضرتك فاكر الشابتر اللي احنا اخدناه اللي هو بتاع الانجينيرنج كنا خدنا فيه حاجه اسمها ابلايد ريسيرش والبيور ريسيرش. الابلايد ريسيرش دول تيم بيبقى مطالب منه ان هو دايما بيعمل او تيم بيسموه الديفلوبمنت تيم بيبقى مطلوب منه ان هو يلاقي دايما باستمرار في كونتينيوس امبروفمنت لو لقى بديل للبروسيس دي بتاعت الانتاج احسن توفر لنا في الكوست يبقى نستخدمها. هي دي احيانا بتكون زي نوع من الفاليو انجينيرنج انه لازم بتدرس بتحاول تعمل فاليو انجينيرنج في بروسيس عامه بتاعت المانيفاكتشرنج. ممكن نلاقي بروسيس مختلفه تماما عن البروسيس التراديشنال عشان كده دايما فيه موضوع المانيفاكتشرنج بالذات ليه دايما بيعملوا ابجريدنج للسيستمز اللي عندهم. ليه يا باشمهندس؟ عشان اختلاف الاسعار مثلا في المكونات في مش اختلاف الاسعار بس يعني حضرتك لو لقيت تكنولوجي احسن بتوفر لك في الوقت والوقت ده يعني بتبتدي لو انت بتوفر في الوقت يبقى انت في لو وفرت في الوقت يبقى انت هتنتج اكتر يبقى انت بالنسبه لك عليت الفاليو بتاعتك يبقى انت هنا عملت فاليو انجينيرنج ولا لا. ايوه صح. يعني حضرتك لما اي مصنع بيعمل ابجريد للسيستم اللي عنده هل بيعمل ديسمنتل او بيعمل ريبليس للمكن ده بيجيبه هو ايدنتيكال ولا مثلا بيجيب مكن احدث؟ لا بيجيب احدث طبعا. ليه؟ ما هو الاحدث ده لازم علشان بيوفر معاه وقت بيوفر معاه هالك. هتلاقي مثلا السيستم القديم ابتدى يهلك معاه كتير في الحاجات اللي هي بتطلع اوت اوف كواليتي كتيره صح ولا غلط؟ كل ده بالنسبه لي كوست. صح صح. ممكن المكنه الجديد برضه ينتج اكتر من المكنه القديم. بالظبط. فانت هنا في الحاله دي بتعمل نوع من الفاليو انجينيرنج بس اي نعم في مرحله متاخره بعكس ان انت بتعملها لو انت تخيل انت مش عامل او ما عندكش existing process. لا انا بفكر من الفكره في الاول يعني حضرتك لو ماسك مصنع مثلا لو انت ما عندكش المصنع ده فانت لا انا هنزل بالنيو تكنولوجي من الاول طبعا هيكون المردود بتاعها احسن بكتير بدل ما انت تعمل ريليز للسيستم القديم وتركب السيستم الجديد صح ولا غلط؟ صح. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها الكوست بتاعت السيفنج طبعا فيرسز التايم سكيل بتاع المشروع اللي انت شغال فيه. اوكي شكرا لك وضح هذا. العفو. في اي حد تاني يا جماعة عنده اي استفسار؟ في اي حد مهتم بالسيرتيفيكت اللي اسمها سي في اس؟ كده نكون خلصنا شابتر الفاليو انجينيرنج وهناخد شابتر تاني مهم وهو خاص بموضوع البروجكت ليبر كوست شابتر 19. طبعا موضوع الليبر ده كده يعتبر الشابتر الثالث اللي احنا هنتكلم فيه عن موضوع الليبرز لو تفتكروا في سيكشن واحد خدنا شابتر خاص بموضوع الليبر
اتكلمنا ازاي تحسب الجروس سالري والنت سالري. شفنا بعد كده شابتر بنتكلم على البرودكتيفيتي وازاي تزود البرودكتيفيتي وازاي تعمل انسنتيفز للناس. وده اخر شابتر في سيكشن 5 هنتكلم عن البروجكت ليبر كوست كنترول. طبعا موضوع الكوست كنترول على الليبر مهم جدا، ده اهم ريسورس عندك. ليه؟ حد يعرف ليه الليبر هو اهم ريسورس موجود عندك في المشروع؟ حد يعرف؟ اتفضل باشمهندس مصطفى. ممكن يكون عشان هو اصعب حاجه ممكن اعمل كنترول على البرودكتيفيتي بتاعتها. ايوه ليه اصعب حاجه بتطلع. ليه اصعب حاجه او ليه اصعب ريسورس انك تمانجه في المشروع بتاعك؟ لان هي حاجه مش ثابته، بتختلف من واحد للتاني، يعني من جوده شغله، من انتاجيته، يعني هي مش حاجه ثابته. ده انا بتكلم في بني ادمين. طيب ايه التو مين انفورميشن اللي انت محتاج تعرفهم على الليبر؟ حضرتك قلت معلومه منهم اللي هي البرودكتيفيتي، ايه تاني؟ الديوريشن. مع الديوريشن دي اللي هي جايه من البرودكتيفيتي، الخبره بتاعته او الكفاءه بتاعته. لا، غير الخبره او الكفاءه دي برضو بنعكس برودكتيفيتي. اليونت ريت بتاعه صح ولا غلط؟ صح تمام. محتاج تعرف على الليبرز اللي عندك، او بنقول عليها الويجز او الهاوس ليبر او كذا شركه بيبقى بيقول عليها اكتر من ترمينولوجي. الليبرز عامه اكتر فعلا ريسورس دايناميك عندك. ليه؟ علشان بيعتمد على حاجتين، برودكتيفيتي واليونت ريت بتاعه او الفيه بتاعته. الاثنين فاريبل. ليه؟ اولا البرودكتيفيتي كل عامل الانتاجيه بتاعته مش زي التاني. ليه؟ في سكيلز. يعني ايه سكيل؟ السكيلز ده في واحد سكيلد في ان سكيلد. حتى لو الاثنين سكيلد برضو نفس الكلام، البرودكتيفيتي بتختلف. بعكس مثلا الماشين، انت خلاص لما تجيب حفار اللي بيقول لك البرودكتيفيتي بتاعته مثلا 5 متر مكعب في الساعه، خلاص هو الحفار اكس زي الحفار واي زي الحفار زد، خلاص انا جايب حفار بالكباسيتي دي، الكوست بتاعته ثابته، خلاص 1+1=2. لكن في الليبر موضوع فيه ديناميكيه كبيره جدا، ان انت بتعتمد على حاجه هي بيست على 2 فاريبل بيتغيروا باستمرار. يا حاج لو تفتكروا الازمه لما حصلت في موضوع التعويم في مصر وزياده الاسعار، اول حاجه زادت عندك الليبر، اول حاجه كان زياده عندك في موضوع الليبر مش في الماتيريال. فموضوع الليبر بيعتمد على البرودكتيفيتي، هي اوريدي فاريبل بشكل كبير، وكمان الريت برضو معتمد دايما متغير، اللي هي اكتر من عامل السوق، الكفاءه، الانتاجيه، كذا فاكتور. عشان كده هنشوف اول حاجه هنبدا بيها برضو نفس الكلام هنا، الفاكتورز الافكتنج على البرودكتيفيتي، سواء الكرو سايز، كومبوزيشن، لاي اوت. الفاكتورز دي اوريدي احنا اتكلمنا عنها زي ما قلنا في الشابترز اللي قبل كده، عشان كده قلت لك انها هتكرر في اكتر من شابتر، في 3 شابترز. موضوع الفاندامنتالز اهو زي ما احنا قلنا، الفاريبل بتاعه البادجت طبعا مهم، ان هي افكتيف بلانج والكنترول هيحقق لك بروفيتابيليتي عاليه جدا. خلاص، ان انت محتاج تعمل بروبر بلاننج، محتاج تعمل متواصل كنترول علشان تحقق اعلى بروفيتابيليتي عندك في المشروع. طبعا الويجز اللي عندك او الليبر كوست ممكن تكون اورلي ويج، وممكن تكون وركر برودكتيفيتي، ممكن حسب ما انت بتتعامل مع العماله، انت بتتعامل بالساعه بتاعته ولا بالبرودكتيفيتي. فعشان كده موضوع الليبر مهم جدا. طيب لو انت عايز تقيس الميجرنج، طبعا الانبوتس والاوتبوتس بتاعتك، تقيس بقى ال
او تعمل كنترول على الكوست كنترول. اول حاجه من الانبوتس لازم طبعا تجيب الميجرد باي ورك اورز اور طبعا دولارز، يعني اي شغله في الدنيا انا عايز اعمل عليها كنترول لازم بجيب قد ايه هي قضى العامل ده فيها ورك اورز، قضى فيها كام ساعه، وقضى عليها او صرفنا عليها اكشوال كوست قد ايه. خلاص لو تفتكروا في حاجه اسمها كريديت اورز خدناها، اللي هي ضربنا مثال لو الايتم ده مثلا المفروض تنجزه في مثلا تعمل لي 15 متر مسطح في 8 ساعات، لا انت عملت 13 متر في وقضيت 8 ساعات، يبقى actual hours اللي هي 8 ساعات، لكن انت credit hours اللي انا مفروض احاسبك عليها لا مش 8 ساعات، لان انت مفروض خلال ال 8 ساعات تكون انجزت 8، انت انجزت سوري 15، لكن انت انجزت 13 الايكويفالنت ليهم انك انت حاسبك على 6 ساعات او 6 ساعات ونص. خلاص دي بنقول عليها credit hours. خلاص فمهم جدا ان اي ايتم عندك executed تبقى عارف ايه الاكتوال اورز اللي انت اتصرفت على المشروع وقد ايه الليبر سوري او الكوست اللي انت صرفتها على الايتم ده. خلاص طبعا الورك اورز بتجيبها عن طريق الكوست كودز اللي انت بتعملها في اول مشروع والتايم كاردز. خلاص التايم كاردز عشان تبقى تحسب الورك اورز قد ايه. فانت اول حاجه بتعملها في المشروع انك انت بتعمل كوست كودينج، بتكود طبعا كل الايتيمز اللي عندك في المشروع بتعمل لها كوست كودينج علشان لما يجي لك الاكتوال كوست تعرف تسكنها في مكانها المظبوط. طبعا الدولارز بتجيبها من النظام المحاسبي او الاكسبندد طبعا ورك اورز في الويج ريت بتاعك. الاوتبوت بقى بتطلع هنا الكوانتيتي طبعا ايه، بتقيس بقى المتر المكعب ولا المتر المسطح الطنز او الحاجات دي، بتشوف بقى قضى فيها كام ساعه، يعني مثلا تيجي تقول 8 ساعات بير متر مكعب في 8 ساعات او المتر المكعب كلفني $150 ده الاوتبوت بتاعك. تعال نشوف بمثال اوضح المثال اللي قدامنا. Installation of steps, sorry, installation steps of 700 متر pipes كان طبعا based على ال work hours or dollars. 60% لل installation, 30% لل connect, 10% لل clean and test. انت already نفذت 40%. احنا خدنا مثال زي ده في الشابتر اللي اتكلمنا عنه في البرودكتيفيتي والبروجريس ميجرمنت. لو انت بتقيس هو اوريدي ركب 400 متر وعمل كونكشن ل 300 متر وعمل 100 متر كليننج وتيست، عايز يحسب الاكتوال كوانتيتي قد ايه. هتحسب طبعا الاكتوال كوانتيتي 400 متر في الويت بتاعها كانت كام 60% بلس 300 متر كان الويت بتاعها 30% وطبعا الويت بتاع الكلين والتيست 10% وينفذ منها 100 متر، يبقى التوتال اكسكيوتد كوانتيتي 280 متر. خلاص طبعا موضوع ال الكوست كنترول على الليبر بيتم عن طريقتين، اما بحسابات الايرنت فاليو اللي احنا اوريدي خدناها قبل كده، وتاني طريقه حاجه اسمها يونت ريت هناخدها الجديده في الشابتر ده. الفاليو انجينيرنج مراجعه سريعه كده للمعادلات بتاعتها، الاي في اللي هي بيساوي الاكتوال كوانتيتي او البرسنت كومبليت اول حاجه، الاكتوال كوانتيتي على الفوركاست توتال كوانتيتي. الاي في بيساوي البرسنت كومبليت نسبه الانجاز بتاعتك في البادجت بتاعتك. البرسنت كومبليت طبعا لو انت اكتر من اكاونت عندك يبقى الاي في بيساوي الـ AV للـ All Accounts أو للـ All Items على طبعاً Budget أو Total Budget Cost. الـ BV اللي هي Planned Value، لو نفتكر الأمثلة برضو اللي أخذناها على الـ Earned Value دي من الحاجات المهمة سواء في الامتحان أو كشغل. وتاني تذكرة موضوع معادلات الـ Earned Value يا جماعة مش بتجيلكو في الامتحان، يعني كل الفورمولا هي already given في الامتحان ما عدا
المعادلات الخاصة بالإيرند فاليو. طيب هنا الكوست فاريانس طبعا والكوست بيرفورمانس اندكس الاسكادوال فاريانس والاسكادوال بيرفورمانس اندكس دي المعادلات بتاعتها, وفي الاخر الاي اي سي اللي هي الاستيميت ات كومبليشن, وفي الاخر حسابات الكريديت فاليوز اللي احنا قلنا عليها سواء الكريديت دولارز اللي هي الاكتوال كوانتيتي في البادجت يونت كوست والكريديت ورك اورز اللي احنا قلنا عليها. وفي ظهر حاجه اللي هي اليونت كوست اندكس بيقسم الكريديت دولارز على الاكتوال دولارز. الكريديت دولارز تاني اللي هي بتعكس انا مفروض كنت حاسبك على ايه, والاكتوال دولارز انا حاسبتك فعليا على ايه. في الحاله دي بيطلع اليو سي اي او اليونت كوست اندكس نفس الكلام هي بس على البروداكتيفيتي اللي هي البي اي, هي بس دي اندكس على الكوست ودي اندكس على البروداكتيفيتي. البي اي احنا خدناها برضو اللي هي الكريديت ورك اورز اللي انت الشغلانه دي او الايتم ده مفروض كنت تنفذه في كام ساعه, وانت اوريدي الاكتوال ورك اورز نفذته فعليا في كام ساعه. في الحاله دي بطلع زي indicator او indices indicate طبعا لحسابات ال efficiency بتاعت ال productivity او ال unit cost index. خلاص ناخد مثال تاني لل value engineering sorry لل earned value. المثال ده برضو اخدناه ال في السيشن اللي احنا خدنا فيها المثال بتاعت الفاليو انجينير الارنت فاليو. البادجت بتاعت المشروع ده 1440 الديوريشن 20 يوم اللابس تايم 5 ايام البي سي دبليو اس اللي هي البي في يعني انت بالنسبه لك 5 على 20 في ال 1440 يبقى انت جبت البلاند فاليو ب 360. بيقول لك البادجت كوانتيتي كانت 2880 هنا الفوركاست كوانتيتي 2880 برضو ما حصلش اي زياده. طيب الاكتوال كوانتيتي اللي انت نفذتها فعليا 608 والاكتوال كوست 288 دولار دي جابها طبعا معلومه من التايم كاردز او من البيسليب سيستم اللي عند الشركه. طيب اول حاجه بتجيبها الاي في اللي هي الارنت فاليو, انت اوريدي نفذت 608 كوانتيتي متر مكعب على 2880 في ال 1440 اللي هي البلانت خلاص هيطلع لك ب 304 دولار. يبقى انت عملت ايرنت فاليو ب 304 البلانت كنت مفروض تعمل 360 خلاص. يبقى الاس بي اي بتاعك طبعا تقسمهم على بعض هتطلع بيهايند السكادول. طيب ككوست انت صارف 288 على حجم اعمال ب 304 يبقى انت اندر بادجت علشان النسبة بتاعتك هنا أعلى من طبعا من واحد. الـ Estimate at Completion حسبها الـ BEC على الـ CPI وفي الحالة دي جاب الـ Variance at Completion طرح الـ BEC minus الـ EEC هيطلع لك 46 دولار. ده مثال على الـ Earned Value. طبعا حسابات الفوركاست اللي هي اللي خاصه بالاستيميت ات كومبليشن احنا اوريدي اتكلمنا عنها في التفصيل في شابتر الفاليو انجينيرنج سوري الارنت فاليو. تاني طريقه احنا هنعمل بيها كوست كنترول على الليبر حاجه اسمها يونت تريدز. اليونت تريدز دي مهمه لسبب انت ممكن يحصل زياده عندك في الكميات او نقص وممكن يحصل عندك اختلاف برضو في الفية اللي هي بنقول على اليونت ريت. في اليونت ريتس دي بتكونسيدر التو فاريبل فاكتورز الاختلاف اللي بيحصل في الاكتر فاكتورز اللي هما الاثنين فاريبلز بالنسبة لك كليبر. طيب هنشوف الحسابات بتاعتك برضو الاستيميت ات كومبليشن بيساوي الاكتوال دولارز بلس طبعا التو جو كوانتيتي الكميه اللي باقيه لك في البادجت يونت ريت. طيب الاستيميت ات كومبليشن بيساوي التوتال كوانتيتي في الاكتوال يونت ريت ممكن نحسب على الاكتوال يونت ريت.
الاستيميت ات كومبليشن ممكن طبعا تحسبها من الهيستوريكال كيرفز اللي هي خاصه بالكيرفات بتاعه المان باور. انا محتاج اشوف الكيرفات بتاعه المان باور عشان اشوف باقي لي قد ايه ريميننج والبادجت بتاعتي كانت قد ايه. طيب تعال نشوف الفاريانس اللي احنا بندرسه. اما يكون فاريانس فيه طبعا الكوانتيتي زي ما احنا بنقول اهو variance from quantity to change plus the variance في rate change. يعني ممكن يحصل عند اختلاف اما في quantity او اختلاف طبعا في rate. طيب quantity variance بتجيبها ازاي؟ quantity change حصل اختلاف عند قد ايه في الكمية اللي هي CQ. CQ دي جابها منين؟ QP اللي هي budgeted minus QF اللي هي forecast. يعني انا كنت البادجت بتاعتي والله في الكوانتيتي بالنسبه لي البند بدل ما هو 1440 لا ده انا بالنسبه لي 1640 يبقى التشنج في الكوانتيتي بهنا 200. البادجتد في البرودكشن ريت طبعا بتضربها هنا في البادجتد بقى على الوضع البادجتد في البرودكشن ريت. طيب في اختلاف في البرودكشن فاريانس بيجيبها منين؟ الـ rate change اللي هي الـ CP هيجيبها عن طريق برضه هيطرح الوضع الـ plan minus الـ forecast في الـ forecast quantity. طيب تعال نشوف المثال ده. هنشوف المثال ده الكمية اختلفت وهنشوف المثال في إن الكمية ما تكونش اختلفت. تعال نشوف المثال ده برضه نفس الكلام كان 1440 الـ duration بتاعته 20 يوم والـ elapsed time 5 أيام. طيب الكوانتيتي البادجتد هنا 2880 الفوركاست كوانتيتي برضه ستيل 2880 الاكتوال كوانتيتي 608 والاكتوال كوست 288 يبقى هنا ما حصلش اختلاف في الكوانتيتي بس ممكن يكون حصل اختلاف في الريت صح ولا غلط. طيب تعال نشوف الريت هو نفذ الوضع البلاند كان كام والوضع الاكتوال كان كام. الوضع الاكتوال سهل ان هو نفذ كوانتيتي ب 608 نفذها بكام ب 288 قسمهم على بعض حسب لي الاكتوال يونت ريت بحوالي 0.47. طيب البادجتد يونت ريت قسم ال 1440 دولار على الكوانتيتي كانت 2880 طلع انه المفروض ينفذ بنص دولار بير لينير فيت. طيب الاستيميت ات كومبليشن بيساوي ال 2880 في الريت بقى الجديد اللي انت هتنفذ بيه فعليا انت اوريدي نفذت الفتره اللي فاتت بريت جديد احطه هو ده الاستيميت ات كومبليشن اضربه في الكوانتيتي هيطلع لي الاستيميت ات كومبليشن 1364 يبقى اصبح ان انا هنفذ ب 1364 مش ب 1440. جبتها منين؟ ما انا نفذت بريت اقل من الريت اللي محطوط لي في البلاند. طيب اللي تشينج في الكوانتيتي زي ما انتم شايفين بزيرو اللي تشينج في الريت طرح الريت البلان ماينس الريت الاكتوال اللي هو اوريدي نفذ بيه خلاص جاب الفاريانس يبقى الفاريانس في الكوانتيتي او اللي تشينج في الكوانتيتي في البي بي بزيرو بلس اللي تشينج في البرودكتيفيتي في الكوانتيتي فوركاست اللي هو الاختلاف اللي حصل بطلع الفاريانس بالنسبه لي ب 76. شايفين الفاريانس هنا برضو طلع ب 76 هما الاثنين هيطلعوا لك نفس الناتج لو الكميه ما اختلفتش. طيب تعال نشوف لو الكميه اختلفت اهو المثال اللي قدامك البادجت الكوانتيتي كانت ب 365 فوركاست كوانتيتي هنا 395 الاكتوال كوانتيتي اللي هو نفذها اوريدي 221 يبقى التوتال بادجتد كام 256 ورك اورز يبقى انت عندك كان السكوب بتاعك 365 ايا كان متر مكعب متر مسطح مفروض تنفذ او تصرف عليهم 256 ساعه في الريت الاكتوال لقيت لا والله ده انا نفذت 221 صرفت عليهم 140. تعالى برضو نفس الكلام نشوف او حلها هنا بالطريقتين اما بالايرنت فاليو او بطبعا السوليوشن الطريقه الثانيه اللي هي باليونت ريت.
الايرنت فاليو نفس الكلام، النسبه كام؟ 221 من اصل كام؟ من اصل هنا الفوركاست، لازم نقسم على الفوركاست ما بتقسمش على الوضع البادجت. طلع لك الايرنت فاليو 143، جاب السي بي اي، جاب الاي سي، قسم البي سي على السي بي اي، طلع له $250.2. الفاريانس طلع له 5.8. خلاص. طبعا اليونت ريت بالنسبه لك هتجيبها نفس الطريقه، انت نفذت على الوضع الاكتوال، نفذت 140 سوري نفذت كوانتيتي 221 على وبي، نفذتها في توتال كوست 140 او توتال ورك اورز 140، يبقى انت كل لينير فيد بيكلفك 0.63. طبعا الوضع البلاند المفروض يكلفك 0.7، جابها منين؟ قسم الكمية اللي عندك، قسم عليها اللي هي work hours، قسم الـ 256 على 365 طلع لي 0.701 اللي هي الوضع البلاند. يبقى حصل في عندي change في الكوانتيتي، طرحهم مع بعض يبقى في minus 30، الكمية هنا زادت ولكن الريت قل، الريت قل. خلاص يبقى الفاريانس بيساوي الماينس الثلاثين اللي هي الاختلاف في الكمية في الوضع الفوركاست اللي انت هتنفذ بيه البي اللي هو 0.701 بلس ال 0.68 في اللي هو الاختلاف في طبعا البرودكتيفيتي في ال 395 اللي هي الكوانتيتي الفوركاست، يطلع لك برضو نفس الناتج الـ 5.8. خلاص دول الطريقتين اللي انت ممكن تشتغل بيهم كcost control على الليبر. في اي حد عنده اي مشكلة؟ في اي حد اجي 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 يا كارما؟ في اي حد يا جماعه عنده اي مشكله؟ في اي حد؟ معلش انا بس كان عندي سؤال، هو 365 365 و395 يعني 365 ديت الكميه اللي اتنفذت حاليا. لا. الكميه اللي اتنفذت حاليا الكارنت، يعني قصدي ولا انا مش فاهمه، بس الفرق ما بين 365 مش حضرتك في العقد. هقول لحضرتك على حاجه، مش في احنا في شابتر العقود اتكلمنا على عقد اسمه ريميجر، كميات بتختلف او حتى الكميات ما اختلف لو العقد لمسه. انت الكميه اللي انت بنيت عليها البادجت كانت مثلا 300 هنا 65 سيخ، خلينا حفر متر طولي ايا كان اليونت بتاعتك. لما انت طلعت الشوب دروينج الجماعه بتوع الكيو اس بيحصروا بقى حصر نهائي، فطلع الكميه الفوركاست، لا انت هتنفذ 395 مش 365، يعني في زياده في كام؟ في زياده 30. فالكميات دي بتجيبها من المكتب الفني او الراجل بتاع الكيو اس. واضحه يا باشمهندسه؟ تمام يا هندسه. ما هو العقد الريميجرد انا هحاسب العامل بنفس اليونت ريت اللي هو اتعمل لها استيميشن في الاول، صح؟ لا ازاي؟ انت عندك انت عندك بند خرسانه كانت الكميه الاوريجينال بتاعته مثلا 1000 متر مكعب، هو لما طلع شوب دروينج حصرنا لقينا مش هتنفذ 1000 ب 1050، انت هتحاسب العميل على ال 1000 خلاص لو العقد لمسه، بس انت هتصرف 1050 ولا لا؟ طبعا. طيب ما هي دي تريك، انت الكميه هتختلف عندك زي ما بيحصل اختلاف مثلا ما بين انه العميل بيتحاسب حفر هندسي وانت بتحاسبي السب كونتراكتورز حفر واقعي او فعلي. تمام.
تمام يا هندسه، تمام، شكرا لحضرتك، شكرا. طيب في اي حد تاني يا جماعه عنده اي استفسار؟ في اي حد عنده اي استفسار؟ اتفضل يا هندسه. تمام. طيب دلوقتي هناخد شابتر مع بعض. استنى بس في مشكلة كده. الشابتر اللي هناخده دلوقتي هو شابتر 20 خاص ب او الاسم بتاعه leadership and management of project people. الصراحه الشابتر ده من الشابترز اللي هي عباره عن شويه نظري نظريات، وبيناقشك في شويه نظريات. الهدف منه تبقى عارف بس النظريات دي بتتكلم عن ايه. في نظريات في leadership، في نظريات في المانجمنت عامه، في نظريات في هتلاقوا اوريدي انتوا اخدتوها زي مثلا ماكروجر وفريدريك او هيرزبرج اللي فيكم اخد بي ام بي. فالشابتر ده من الحاجات بس اللي عند بعض من الناس ما بتبقاش مستحبه علشان هو بيور نظري وشابتر مش لينكد ببعض. الشابتر ده اللي الناس المهتمه بالامتحان الويت بتاعه قليل جدا، ما بيجيلكش غير على سؤال واحد، وبيجيلك على الماكروجر ده على النظريات. اول حاجه الدوجلاس ماكروجر ده النظريه بتاعته كانت حاجه اسمها اكس اند واي ثيوري. الراجل ده كان اول نظريه طلعها انه الناس كلها او سمى الثيوري واي دي هي اول نظريه طلعها، ان هو بيفترض ان الناس طبعا بالنسبة له سوري اول نظرية طلعها اللي هي الاكس، ان هي الناس ما بتحبش تشتغل طبعا من نفسها، وطبعا بتافويد طبعا انك انت طبعا ما بتشتغلش غير عن طريق رقيب. لازم بيبقى فيه كنترول، لازم بيكون فيه دايركتد، لازم بيكون فيه حد بيخوفك، في حد فيه بانشمنت بيهددك. بمعنى صح ان انت مش تشتغل غير لما يكون عليك حد رقيب او في عقاب. بعد كده الناس ابتدت لا انت ازاي بتقول، او نظريه التعميم عامه مش كويسه، انك انت بتفرض وخصوصا فرض مأساوي شويه، انك انت بتفرض كل الناس بتتعامل بنفس المينتاليتي، كل الناس نفس الابروتش في الشغل. فطلع السير واي ان هي عكس اللي قاله في اكس واي، لا في ناس بتبقى سيلف موتيفيتد، في ناس اوريدي سيلف دايركشن، في ناس سيلف كنترول مش محتاجه اي دايركشن من حد، في مش كل الناس. عشان كده النظريه بتاعت الانسنتيف لو تفتكروا احنا اول ما اتكلمنا عنها قلنا في تو سيرو برضه، اما بتشجع الناس عن طريق ان هو توعدهم بحاجه ممكن يكسبوها اللي احنا بنقول عليها probability of winning او probability of losing، انك انت ممكن تخسر الشيء. يعني انت ممكن لو ما اشتغلتش كويس اعمل لك termination، ما اشتغلتش كويس هتنزل موقع وهكذا زي ما احنا دايما بنسمع. فعشان كده راح مصنف الناس نوعين، نوع ما بيشتغلش غير لما بيكون عليه رقيب ولازم يكون فيه عقاب وهكذا، والنوع التاني لا عكسه تماما، ده ناس self motivated، ناس مش محتاجة directions، ناس مش لازم عليها control وهكذا. طيب دي أول نظرية اللي هي خاصة بماكروجر. تاني نظرية اللي هي هيرزبرج، اللي هي في بيقولك في حاجتين، إما hygiene factors أو real motivation. الhygiene factors اللي هي الأسباب الرئيسية انك انت تشتغل كراجل leadership، يعني
اللي هي الورك كونديشنز، انك انت تهيئ للناس اللي عندك ورك كونديشنز كويسه، يبقى قاعد على المكتب كويس، الورك كونديشنز نفسها ظروف الشغل عامه كويسه، موقع مش بعيد وهكذا، الظروف عامه كويسه. دي بيقول لك دي البيزكس، يعني دي البيزكس او دي الحاجات الاساسيات اللي المفروض ما فيش فيها كلام، اللي هي الورك كونديشنز، السكيورتي انك انت مش كل شويه حد يهددك هتمشي مش هتمشي، هتنزل موقع في تحس بالخوف دايما، لا فالسيكوريتي انك انت دايما تحس بامان في مكان الشغل بتاعك. من ضمن برضو الهيجين فاكتورز ان هو جود ريليشن شيب ات وورك، انك انت تحافظ على علاقتك الكويسه بالناس بتاعتك. وطبعا كونفينينت سالري، يعني ايه كونفينينت سالري؟ يعني السالري بتاعك يكون مناسب للسكيلز بتاعك، للسن بتاعك، للاكسبيرينس بتاعتك. فدي الهيجين فاكتورز، دي الحاجات الرئيسيه اللي ما فيش فيها كلام. طيب في حاجات تاني اللي هي ريل موتيفيشن بقى. ريل موتيفيشن دي الحاجات اللي هي اكسترا، دي اللي بتخليك دايما موتيفيت، دايما تخليك متحفز انك تشتغل. زي مثلا اجي اقول لك في انسنتيف، يعني في بونص مثلا، في بونص. ففي فرق ما بين البونص والسالري اللي انت بتاخده. السالري ده انت حاجه اسينشال انك انت تتقاضاها مقابل الشغل بتاعك، اما ان انت عشان تزود او تخلي الناس موتيفيشن او تخلي الناس سوري موتيفيتد انها تشتغل وتطلع احسن ما عندها، فبتعمل حاجه اكسترا اللي هي البونص. واتكلمنا عن الحاجات دي باستفاضه والانواع الانسنتيفز المختلفه. ففي الراجل ده هيرسبيرج ان هو بيقسم لك الهيجين فاكتورز او النظريه بتاعته اسمها هيجين فاكتورز. الهيجين فاكتور دي بتعكس الحاجات الاساسيه او المتطلبات الاساسيه بتاع اللي لازم تكون موجوده في المكان بتاعك او انت كراجل ليدر للتيم اللي موجود تحتك. والحاجات الريل موتيفيشن تاني علشان تحافظ على ان الناس تفضل دايما موتيفيشن في الشغل بتاعك. الراجل كريس ده النظريه بتاعته ان هو خلاها في اي 4 بوينتس، الحاجتين الاثنين بولد دول اللي انا عملتها لكم هي المهمين في النظريه بتاعته. اول واحده ان هو بيشيل الاورجانيزيشن بتاع اللي انت شغال فيها، دي جزء كبير من الهيومن بروبلمز، عشان كده بيقول لك الاورجانيزيشن may be the source and the cause of human problems. خلاص بعد كده جه قال لك لا، الانديفيدوال او الاورجانيزيشنال نيد وير نوت ميت افكتيفلي ان موست اورجانيزيشن. ودي طبعا بنحس بيها، مش كل الناس بتعرف تأدي في نفس الشغل، يعني في واحد بيعرف فعلا، ودي دايما بنشوفها في كومباريزون ما بين مهندسين مواقع ومثلا الناس اللي شغاله في المكتب. لو جيت قعدت مهندس الموقع مثلا قلت له اللي اشتغل شغل المكتبي او لابتوب دايما تبقى قاعد، هتلاقيه بالنسبة له الموضوع ده مش 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 واخد راحته فيه، او حاسس نفسه مش لاقي نفسه زي ما بيقول. نفس الكلام برضو، مش كل الناس ينفع تشتغل الموقع، فعشان كده النقطة دي التانية لازم برضو مهمة. الجزء الثالثة برضو بيقول لك part of problem was due to البيروقراطية والهيريكال، طبعا الهيريكال structures دي برضو من الحاجات اللي انت كلنا بنحتك بيها في الorganizations بتاعتنا، انك انت البيروقراطية في اي شركة، ويجي يقول لك اصل السيستم بيقول كذا مثلا، انت تكون مثلا مستحق انك انت يحصل لك increment او انك انت محتاج تاخد كدرجة اعلى مثلا تترقى، ويجي يقول لك لا اصل احنا شركة والسيستم ولازم في cycle approvals تمر عليها، فيها بتخش في بيروقراطيه كبيره، او يجي يقول لك هيريكال مش هتنفع الموضوع ده غير لما تمر على اكتر من على ابروفلز. ففي الحاجات دي ممكن تقتل ال المورال بتاعك ناحيه الاورجانيزيشن بتاعتك. اخر حاجه اللي هي الاورجانيزيشن شود اوفر طبعا تشالنجز اند اوبورتيونيتيز فور ريسبونسابيلتيز، لازم بتخلق لك طبعا تشالنجز والاوبورتيونيتيز بتاعتك لكل ريسبونسابيلتي. خلاص يعني مثلا ما تبقاش حتى السالاريز انت لازم
بتكون عامل بنش ماركينج للماركت، لازم بتكون عامل علشان تجيب الكاليبرز او تجيب ناس كويسه، يبقى لازم تديها او تكون مش زي اي واحد. مثلا لو هو سالري سكيل في الشركه اللي فيها دي مش كويس، فمستني اي اوبورتيونيتي تجيله هيمشي. فعشان تحافظ على الناس بتوعك لازم تخلي، طبعا لازم تقدم دايما في تشالنجز وفي اوبورتيونيتيز لكل واحد علشان تحافظ على الكاليبرز اللي عندك. الراجل رينسس ليكرت ده والله يقسم الليدرشيب لأربعة: حاجة اسمها اكسبلوتيتيف اسوريتيتيف، وواحد تاني اسمها بيونوليفيلنت اسوريتيتيف، وفي كونسلتيتيف، وفي بارتسيبيتيتيف. طيب ايه الكلام ده؟ ايه الفرق ما بين الأربعة؟ والله الاكسبلوتيتيف اسوريتيتيف ده شخص استثماري رسمي. يعني ايه استثماري رسمي؟ يعني الراجل ده بيستغل منصبه بمعنى اصح، وده نوع من الليدرشيب. ده دايما بتشوف مدير، انا مديرك، انا كذا، بيستغل البوزيشن بتاعه. تاني نوع اللي هو بنيفيلينت، ده الاسوريتيتيف، ده راجل ايه خيري شويه، او يعني بيحب بيستمد الليدرشيب بتاعته انه مثلا عنده سكيلز، يجي يقول لك مثلا والله انت تعرف الموضوع ده بيتم ازاي، فانت تقول له، فيجي يقول لك لا والله انا اعرف شورت كات للبروسيس ده، يعني مثلا تعرف مثلا ننقل الابديت من مثلا من الاكسل للبريمافيرا، تيجي تقول له لا ما بقدرش بتضرب، فيجي يقول لك لا انا ليا شورت كات ويمشي بتضرب. فانت هنا بتستمد الليدرشيب بتاعتك من انك انت دايما بتقدم الخدمات بتاعتك، او بنقول عليها خيري شويه، يعني في جزء هنا طبعا بتفيد الناس، او شير بينيفيتس بتفيد الناس يعني بعلمك. فهنا بتستغل قصدي بتستمد الليدرشيب بتاعتك من الموضوع ده. في الكونسلتيتيف، في راجل مدير دايما بيستشير الناس اللي عنده، دايما بيستشير الناس اللي عنده، انتوا رايكم يا جماعه في النقطه دي؟ فدي جزء فعلا في المانجمنت بيفرق. والاحسن منه طبعا بارتيسيبيتيف، انك انت كمان بتشارك الناس او بتخلي الناس بتاعتك، مش انا المدير، او انا الابر هاند، انا اللي عندي فيجن لكل حاجه، انا اللي افهم في كل حاجه. لا، بارتيسيبيتيف ان انا ممكن مثلا اكون بروجكت كنترول مانجر بس تحت واحد عارف ان هو قوي جدا في البلاننج، خلاص يبقى انت ممكن اي اجتماع في بتاع خاص بالبلاننج في الشركه انت اللي ممكن تحضر بالنيابه عني او ممثل للقسم. وهنا بتبقى طبعا بتفرق كتير في نفسيه الناس، بيفرق طبعا في انه بيبقى عندك مورال سواء للاورجانيزيشن او للراجل المدير بتاعك، ان انت حاسه فعلا بيقدر وبيديك المساحه بتاعتك انك انت تشارك في الموضوع. في بيجي يكلمك برضو تاني على نظريه ملهاش علاقه بقى بالليدرشيب، على الكروس كالتشر. موضوع الكروس كالتشر دي انك بيجي يقول لك والله في الشركات اللي بنقول عليها مالتي ناشونال دايما بيحصل فيه، مش دايما يعني، بيبقى فيها بعض من المشاكل او لازم تتمانج بطريقه مختلفه. ليه؟ نصديقة ان طبعا language barriers، اختلاف اللغه، اختلاف طبعا time difference، religious طبعا diversity اللي موجوده عندك، وطبعا differences in food preferences بتاعتك. فالموضوع ده بتلاقي فيه كل واحد مثلا من كالتشر، تلاقي فيه حتى لو انت عندك اكتر من جنسية، فتلاقي حتى بغض النظر لما تكون الشركة بتاعتك لوكال، حتى اسعى في وقت الاجازات، في وقت الاجازة مثلا لو احنا داخلين ان شاء الله وربنا كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وربنا يعيد علينا ايام علينا وعليكم الايام بخير، ان انت مثلا داخلين على عيد الاضحى، ممكن لو انت مالتي ناشونال فكل واحد ليه اعياد مختلفه، لو عندك صينيين، عندك امريكان، عندك انجليز، تلاقي كل واحد محتاج ياخد اجازه في سيزون مختلف في وقت مختلف. كل الحاجات دي بتخلق ساعات ممكن مشاكل،
عشان كده يقول لك طبعا لازم في الحاجات اللي هي كروس كلتشر دي لازم يبقى فيه open discussions، لازم يبقى فيه resolution لأي conflict بيحصل. وطبعا الأسباب كتير بتاعت ال طبعا الكونفليكتس دي، اختلاف اللي احنا قلنا عليها اللغة والديانات والحاجات الريفرنسز بتاعت كل واحد بتبقى مختلفة. عشان كده لازم يكون عندك awareness من في الكالتشر ديفرنسز لو انت شغال في الشركات دي، واختلاف الثقافات، واختلاف زي ما بيقولوا ايه لا يفسد من الحب قضية زي ما بيقولوا. بعد كده بيكلمك على حاجة تاني مختلفة اسمها challenges والسكيلز. بيجي يقولك بعض التشالنجز كراجل مانجر، انه لازم طبعا يكون عندك اللي هو work under pressure او extreme time pressure، uncertain organization طبعا resources، first time to solve complicated problems، يا راجل عندك problem solver، personnel طبعا other resource interdependencies بتعتمد على الناس، required طبعا بيكلمك دي التشالنجز. بيكلمك برضو على السكيلز، انا لازم يكون عندك تكنيكال ومانجيريال سكيلز، موتيفيت التيم، لازم تخلي فيه التيم اللي تحتك لازم يبقى موتيفيتد للبروجكت اوبجكتيفز، يبقى لازم طبعا في الكوهيجن للجروب بتاعك او تيم بيلدينج، في سينك اندر بريشر، ودي مهمه الصراحه كسكيلز لما تكون في المدير بتاعك، مش الاول ما يبقى عن عندنا في بريشر او في اي ضغط من التوب مانجمنت دايما يحسسك ان الموضوع كبير والموضوع فيه مشاكل. لا، لازم بيكون في لير عازله عن الضغط والخارجي طبعا والمانجمنت خلال القسم يعني. ففي برضو من الحاجات اللي هي السكيلز اللي ريسولفينج الكونفليكت طبعا حسب البروريزيشن بتاعتك بيست على الستيك هولدرز، درايف طبعا التيم توورد الاكسلنس، انك انت تطور التيم دايما، تحرص ان التيم يعلم من السكيلز بتاعته، وسينك طبعا التيرم اللي هو 3D تايم اند كوست والتاسك بيرفورمانس او الكواليتي، وطبعا الكرييت الميكانيزم بتاع انكرج الدسكشن، وانه يبقى فيش اي كونفليكت، يبقى في اوبن دايما شانلز ما بينك وما بين الناس اللي شغاله معاك. كده بكلمك في شويه نظريات الليدنج بقى والمانجنج والفاسيليتيتنج والمنتورنج. ليدرشيب عباره عن انك انت راجل تبقى ليدر، تعلي الكريديبيليتي بتاعتك ودمونستريت المانجيريال اكشنز بيهيفيرز، التيم بتاعك تكون التيم فويس بتاع التيم بتاعك او سايد وورلد اللي بقول لك اهو، يعني انت عندك حد مثلا عايز زياده، عايز بونص، عايز يتنقل، عنده مشاكل في البيت، عايز ياخد اجازه، كل الحاجات دي لازم تبقى انت حلقه الوصل ما بين التيم بتاعك والتوب مانجمنت او الاوتسايد وورلد، فلازم توصل الصوت بتاعهم الريكويرمنتس بتاعتهم. السكيلز بعد كده المانجمنت، انك انت المانجر رول طبعا بيلعب دور مدير المشروع، ان هي كومبليت التايم وزن البادجت اللي هم 3 كونسترينز، وطبعا تحت الاكسبتبل ليفل اوف بيرفورمانس اللي هي الريكويرمنت كواليتي الريكويرد كواليتي. بعد كده بيكلمك على الفاسيليتيشن، انك انت تفاسيليتيت الشغل على الناس زي ما احنا قلنا، help others get their work done، involves في الكوميونيكيشن، في الكونفليكت ريزوليوشن، في البروكيور نيسيسري ريسورسز لو الناس دي محتاجه ايا كان ريسورس، محتاجه مثلا تو هاير حد تاني، او محتاجه مثلا ماتيريال، محتاجه اي حاجه اكسترا ريسورسز، ده بالنسبة لك انك انت بتفاسيليتيت عليهم المواضيع دي كلها. وطبعا بتفاسيليتيت برضو ان هم كل واحد يحقق الاهداف بتاعته. بعد كده بيقول لك انك انت تبقى كوتش او منتورينج، دي مهمة جدا، تبقى قدوة، تدي مقترحات مش تعدل بس، تدي بسيبيليتيز
احتمالات problem solving approaches. وطبعا تسمع للناس دي برضو من نوع من يعني السكيلز برضو اللي تبقى موجود عندك لكوتشنج، انك انت ما تبقاش ديكتاتور. وبعد كده بيديك شوية نظريات بيقول لك او بعض ريكومنديشن مأخوذة طبعا على الموتيفيشن ميستيكس، دي برضو اتكلمنا عنها في الشابتر بتاع الانسنتيفز. اول حاجة انه مش كل الناس الانسنتيف بتاعها مش فلوس، مش كل الناس تقول لهم والله انزل لكم بونص فانت كده ضمنت انك انت تبقى بالنسبة لك الناس دي كلها ضمنت ولاءها او ضمنت انها تبقى موتيفيتد. مش كل الناس الانسنتيف بتاعها فلوس. تاني حاجة مش كل الانسنتيف بتاعها او مش كل الناس اللي خليها موتيفيشن واحد، خلاص كل واحد يختلف عن التاني. Everyone wants to receive a formal award. في كل الناس يعني لو محتاج تكرم حد لازم دايما تبقى in public، لازم تكون طبعا formal award، ما تكونش حاجة على الليفل بتاع القسم. يعني لو انت عملت achievement يعني نوع من الموتيفيشن انك انت تكون بالنسبة لك يكون في formal award، او انك انت يكون بالنسبة لك مش formal بس برضو الناس تبقى شاهي يعني تشهد ان انت عملت الاتشيفمنت ده. التيم ممبرز ار موتيفيتد باي كيوتس، طبعا دي مهمة برضو ان الناس تبقى عارفة الموضوع ده. البروفيشنالز بيبل دونت نيد موتيفيتنج، دي دايما بنشوفها ان احنا مش كل الناس او ان انت بتبقى وصلت ليفل معين مش من حقك بقى انك انت تاخد موتيفيشن، لا انت راجل بيت بروفيشنال مالهاش علاقة حتة بروفيشنال ولا مش بروفيشنال، خلاص انه كل الناس بتحتاج انك انت تبقى ليها موتيفيشن، لازم تبقى فيه انسنتيف. بيبل اونلي طبعا نيد تو موتيفيتد اف ذير ا بروبلم، مش كل الناس مش لازم يبقى قصدي فيه مشكلة علشان تحتاج انك انت موتيفيت، مش لازم تجيب لحد اوفر جديد او ان انا عايز امشي علشان تبتدي تقعد معايا تشوف ايه المشكله اللي عندي. Everyone طبعا should be treated the same، مش كل الناس بتعالجها بنفس الطريقه، انت بتتعامل مع اشخاص يعني كل واحد وطبعه او كل واحد والاسلوب بتاعه. بعد كده بيكلمك على اكتر من سيريز للموتيفيشن، biological perspective و drive series و incentive series. شوية نظريات كده كلام نظري جزء منها اتكلمنا عنه في الانسنتيف و biological انك انت تخلي في حافز دايما نفسي، drive series انك انت تريديوس التنشن او لو في مشاكل لو في شد ما بين الناس تأبزور بالحاجات دي كلها وتخلي طبعا فيه equilibrium او فيه balance ما بين الانترنال ستيت وال طبعا لو فيه external requirement من الاقسام التانية. في برضو من ضمن السيريز اللي هي ديفيد ماكلين ده انك انت عمل نظرية بيقول لك the need to achieve within one discipline can self motivate many individuals، علشان تحقق حاجة لازم تخلي الناس سيلف موتيفيت، الناس يبقى سيلف موتيفيتد ان هم يخلوا عندهم نفس الاحساس اللي عندك انه الناس يخافوا على الشغل بتاعها، يخافوا على المكان اللي فيه ده، هو ده الهدف من النظرية بتاعها. Fear of failure دي برضو من النظريات اللي معظم في ناس بيبقى عندها موضوع ده كانسنتيف، في ناس بيبقى عندها هاجز الفشل وخصوصا بيبقى عندها هاجز للفشل اللي خصوصا في الاول او في بداية مرحلة جديدة، في ناس يقول لك ما بتحبش انها تفشل، فده نوع من الموتيفيشن انك انت fear of failure. في بعد كده الهيريكال طبعا سيريز، المثلث ده مثله تريانجل اللي احنا اخدناه في البي ام بي برضو، نقسم لك السبع layers. أول واحدة اللي هي physiological needs، احتياجاتك الطبيعية سواء كأكل أو شرب، وآخر حاجة أنك أنت تحس أن أنت عندك self-actualization needs.
خلاص. بعد كده بيجي يقول لك سيريز برضو من دون موتيفيشن الكارير ستيج. كارير ستيج من اول ما انت قال بتخش كيورين بيرسون لايف بير طبعا وورلد وورك من اول ما بتخش عالم الشغل بتاعك الجديد لحد اخر حاجه ريتيرمنت ستيج اللي هي مرحله الاخيره اللي هي خاصه بالمعاش. بعد كده بيكلمك عن نظرية تاني او حاجة تاني اسمها empowerment اللي هي التمكين انك انت تخلي الناس بالنسبة لك حاسة انه المكان بتاعها تمكنها من البتاع بتاعها مش تبقى انت مدير واخد كل السلطات وكل الصلاحيات. فمهم جدا انه كل الناس اللي بيبقى مدير زي ما بيقولك ايه لازم تدي صلاحيات علشان تقدر تحاسب الناس كده. انا عارف ان هو شابتر نظري بيور بيوريك اكتر من نظرية ما لهمش علاقة ببعض بس مطالب مننا ان احنا نشرحه. وقته في الامتحان لا وقته قليل جدا بيجي لك حوالي سؤال واحد ده انجي. وكحياة عملية تبتدي تقراه وتشوف ايه اللي انت ممكن تقدر تستفيد منه يعني. في اي حد عايز يسأل في حاجة؟ في اي حد عايز يسأل في حاجة؟ طيب كده ناخد شابتر تاني ولا انتوا كده بالنسبة لكم كفاية؟ لا كفاية والله انا قلت كفاية. مهندس عمر بيقول كفاية. في حد تاني او في حد عايز نكمل؟ احنا دايما بنمشي بالاغلبية. انا وثني. انت ايه يا باشمهندس؟ وثني كفاية. كفاية بقى اتنين كفاية معانا من اصل خمسة. واحد يرجح الكفة. المهندس امونة ترجح الكفة بكفاية. يعني عارف الشابتر خصوصا لما بتحسوا الكلام نظري كتير ودش كده ومش متربى ببعض يبقى موضوع سخيف شوية. المحاضرة اللي جاية هناخد حاجة نكسر بيها الملل شوية. هناخد هنخلص السكشن 5 وهنخش على سكشن 6 هندرس probability والstatistics الحاجات الشيقة والحاجات الجميلة ومن الحاجات برضو اللي احنا بنحتك بيها سواء انت دارس ماجستير وبنحتك بيها في حياتنا العملية من الحاجات برضو اللي الويت بتاعها في الامتحان كبير. وهناخد حاجة برضو جديدة اللي هي خاصة بالريسك مانجمنت. عندنا اتنين شابتر بيكلمونا عن الريسك مانجمنت في سيكشن 6 عشان كده الريسك من الحاجات برضو المهمة سواء في الحياة العملية. دلوقتي ابتدينا نسمع موضوع الريسك مانجمنت زي البلاننج مثلا من 20 سنة ابتدى دلوقتي الناس تهتم بموضوع الريسك ايه الريسك وايه البينفيتس اللي ممكن يديها لنا قسم الريسك. وبعد كده الحاجات اللي احنا هناخدها ان شاء الله مع بعض وبقينا كده 2 سيشنز نقدر من خلالهم نخلص باقي الكورس. فرجاء عدد الحضور ما يكونش ضعيف في المحاضرتين اللي جايين وان شاء الله نخلص قبل العيد. ورجاء اللي عايز يسأل في اي حاجه خلال المحاضرات اللي جايه اهلا وسهلا بحضراتكم. واللي عايز يتناقش او فكر في نقطه فيه التكنيكال بيبر برضو نقدر نتكلم فيها السيشن اللي جاي. طيب يا باشمهندس اتفضل. ما في طريق الكورس يخلص بعد العيد؟ نعم الكورس يخلص بعد العيد. اخر محاضرة تكون بعد العيد ان شاء الله. لا الكورس كده يخلص قبل العيد ان شاء الله. يعني انت عايز تخلي السيشن اللي هو يوم الاربعاء اللي جاي ده بعد العيد؟ ايوه بعد العيد لانه الاربعاء والعيد يوم الجمعه فالناس بتكون عندها التزامات كثيره في البيت في الترتيبات في حاجات كثيره. يوم الاربعاء ده يعني قبل اليوم قبل العيد بيومين. فاذا في امكانيه او باقي الاعضاء والله لو كلكم موافقين ناجلها للاربعاء اللي بعد العيد. ما عنديش انا عن نفسي ما عنديش مشكله بحب امشي دايما مع الاغلبيه يعني. هنطرح الموضوع ده
ايوه نطرح الموضوع على الجروب. اه خلاص، يعني احنا ان شاء الله كده المحاضره هتكون بالنسبه لنا السبت اللي جاي، ونشوف المحاضره اللي باقي لنا اللي هي من الاربع دي اللي عاوزين كلكم نخليها بعد العيد، ما فيش مشكله. اوكي ان شاء الله. اوكي معلش بس كنت عايزه من مع يعني حضرتك كنت بعت لنا زي كده وقت تمارين بنطبقها على كل شابتر صح؟ تمام. لو حضرتك عندك اكسترا يعني اكسرسايز يبقى احسن برضو، لان حاسه الاسئله مسطحه قوي يعني. يعني خلاص ابعت لكم طبعا اكسترا اكزامبلز. يا ريت. شكرا يا فندم. تحت امرك يا باشمهندس. معلش هندسة، هو في إمكانية اللي احنا في آخر محاضرة نعمل زي ريف كده اللي احنا خدناه أو تقسيمتهم؟ لأن أنا صراحة أنا حاسس إن أنا تهت يعني من كمان إن احنا مش ماشيين بالترتيب. يعني أنا بس في سيكشن 5 مشيت الترتيب بناء على الأهمية. تمام. فهلخص لكم حاضر، بس وعدون إنه يكون حضرتك أولا حاضر ونسبة الحضور تكون عالية في آخر محاضرة. هنخلي حوالي اخر ساعة كده او ساعة ونص نلخص القصة كلها، خصوصا الناس اللي مهتمة بالامتحان. تمام. وبالنسبة لطلب باشمهندس عمر انا ما عنديش اي مشكلة، يعني انا ان احنا نأجل انا ما عنديش مشكلة على الجروب. يعني والله لو الاغلبية رايحة للبروبوزل ده انا ما عنديش مشكلة. اوكي تمام ان شاء الله. ماشي. شكرا لكم جماعه، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير كده ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.